المستشار مرتضى منصور يقال ان هو قال ان كده في حاجه مش مظبوطه في التعاقد، لان ام بي سي مصر هي اللي واخده او شركه بريزنتيشن اللي هي الراعي الرسمي لقناه لنادي الزمالك والمعظم فرق الدوري طبعا واخده حقوق نادي الزمالك ف وبيعها ل ام بي سي مصر، فازاي كده هيحصل المشكله دي او حل المشكله دي هتبقى ازاي محدش عارف. زي حضراتكم لو تفتكروا في النادي الاهلي برضو كان في مشكله قبل كده لما كان في تعاقد مع شركه اتصالات معينه، وكمان جه المدير الفني ساعتها عملوا اعلان لشركه اتصالات اخرى، ف يعني حصل مشكله وتدخل كابتن حسن حمدي والدنيا اتحلت ساعتها والاعلام ما نزلش. يعني كان في قصص وحوارات حوالين الموضوع دوت. لما يبقى في نادي ليه راعي معين اعتقد ان هو لازم يبقى كل اللي في النادي او كل اللي منتمين للنادي يبقوا ملتزمين ومنتمين لهذا الراعي، وبالتبعيه الراعي بقى بيبيع للي هو عايزه وبيبقى تبعيه الناس المسؤوله كلها تبعها. هل في التعاقد مع التوأم ومع احمد حسام ميدو في حاجه بتنص على ان هم براحتهم يمضوا مع اللي عايزين يمضوا معاه يتعاقدوا مع اللي عايزين يتعاقدوا معاه؟ دي حاجه ما حدش عارفها. هل اصلا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مانع تعاقد المديرين الفنيين او الناس المسؤولين هناك مع اي قناه من القنوات بتحليل اي تقديم برامج اي حاجه، ولا الامور ما فيش اي مشكله عند المستشار مرتضى منصور او عند نادي الزمالك بشكل عام؟ ما حدش برضه عارف، ولكن هو الدنيا واضح ان في مشكله، واضح ان في ازمه. ميدو موجود في قناه الجزيره الرياضيه بي ان سبورت وبيتواجد في قطر لفترات مش قليله عشان طبعا الدوري الانجليزي شغال وبيحلل هناك الدوري الانجليزي. هل هيقوم بمهامه مع قطاع الناشئين وهيقوم بمهامه مع دوره كمحلل رياضي مع قناه الجزيره ودلوقتي مع قناه الحياه؟ ده هنقدر كان بيقدم برنامج اسمه العالمي مع قناه الحياه، كان برنامج اسبوعي على ما اعتقد. هل هيقوم بتقديمه مرة أخرى أو هيبقى في جزء تاني من البرنامج؟ يعني محدش عارف طبيعة القصة هناك. هنحاول إن احنا نعرف طبيعة الموضوع، ولكن زي ما بقول لكم بوادر مش أزمة ولكن بوادر حاجة كده طلعت على السطح، وهي خبر تعاقد التوأم وميدو مع قناة الحياة. طيب القصة الثانية، احنا مش كان معانا صور يا جماعة بتاعت تعاقد التوأم وميدو؟ طيب القصة الثانية قصة شيكابالا. شيكابالا وحاولوا تجيبوا لي سمير عبد التواب، لأن أنا قلت لسمير عبد التواب في مداخلة من المداخلات إن شيكابالا واضح إن عنده مشكلة في سبورتنج لشبونة ووارد إن هو ما يكملش أو وارد يبقى عنده أزمة. شيكابالا بعد ما رجع أو بعد ما انضم لمنتخب مصر عشان مباراة تونس السنغال وتونس ما سافرش لغايه دلوقتي، وكان بيتواجد لفترات طويله في مصر مع احمد مرتضى منصور تحديدا وتواجد معاه وكان موجود على طول. فمحدش عارف، يعني ما حدش عارف شيكابالا ايه اللي في دماغه، بيفكر في ايه، هل مش عايز يرجع تاني لشبونه، هل عايز يقعد، محدش عارف القصه دي وايه حلها مع شيكابالا. انا عايز اجيبها لحضراتكم من هنا، يعني على مسؤولية صحيفة ريكورد البرتغالية. غضب في سبورتنج لشبونة بسبب اختفاء شيكابالا، حالة من الغضب انتابت مسؤوله سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد انقطاع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب المنتخب الوطني عن خوض التدريبات مع فريقه اللي بيستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام بورتو المحدد ليها بعد بكرة الجمعة ضمن مباريات الدوري البرتغالي. وذكرت طبعا الصحيفة ايه، أنا طبعا ما بعرفش أعمل برتغالي او اتكلم او اترجم برتغالي. ذكرت صحيفه ريكورد البرتغاليه ان اداره سبورتنج لشبونه لا تعلم مكان شيكابالا بعدما سافر الى مصر للمشاركه مع منتخب بلاده في مباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه، ويرفض شيكابالا العوده الى سبورتنج لشبونه بداعي تجاهل المدير الفني لفريقه الاعتماد عليه في المباريات فضلا عن استبعاده من القائمه الاوروبيه، معتبرا ان ذلك اصابه بالضرر الفني وساهم في انخفاض مستواه. طيب انا وجهه نظري كلاعب سابق ان انت
تتواجد وتتمرن ومحدش عارف بكره في ايه، الكلام اللي هو كان كل المدربين بيقولوا لنا وهنفضل نقوله لان دي حقيقه. يعني ممكن ما يبقاش تبقى انت رقم اثنين ولا رقم ثلاثه دلوقتي، ولكن يحصل ايقاف لواحد اصابه للتاني، تركب انت تلعب بتأدي بشكل كويس. لو انت موجود في الملعب وبتأدي وبتتمرن وبتخلص وبتلعب ماتشات وديه وتنزل تلعب مع الرديف ما عندكش مشكله خالص. المفترض ان انت ما يبقاش عندك مشكله خالص لما يطلب منك انك تلعب، لان هو ده احتراف، هو ده القصه بتاعه الاحتراف او المهنه. يا جماعه في ناس مش فاهمه صح، مهنه كره القدم ان انت تتمرن، وان انت لما يطلب منك انك تلعب 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 بقى. دي عامله زي زي العمليات كده، اللي هو انت راجل موجود، كل واحد نفسه ان هو يلعب ويتواجد في الفريق الاساسي وكل حاجه، ولكن المدير الفني انت لازم تحترم وجهه نظره ورؤيته الفنيه الخاصه بالفريق، لان هو انت بتفكر في نفسك، ان هو بيفكر في الفريق ككله، بيفكر في التيم ككله، بيفكر في 30 واحد، وبيفكر في مصلحه نادي، وبيفكر في مصلحته الشخصيه. يعني عنده كم كتير من الحاجات اللي يفكر فيها، انما انت بتفكر في نفسك انت بس. فهو تاكد ان لو في مدير فني شايف مصلحه الفريق ان انت تلعب من البدايه هتلعب من البدايه، لو شايف مصلحه الفريق ان انت ما تتواجدش من الاول مش هتتواجد من الاول، لو شايف مصلحه الفريق ان انت تبقى بره ال 18 خالص تبقى بره ال 18 خالص. انما انت بقى كدورك كراجل لعيب محترف او كراجل اتخذت لكره القدم مهنه ليك، تعمل ايه؟ انك تجتهد، انك تتمرن، انك تأدي، انك تبقى موجود في الملعب على طول، تزود تمرينك لما تبقى ناقصك حاجه تزودها. ده الكلام اللي كانت الناس كلها تقول ده اللي ملوش حيله بيقول كده، او الكلام اللي مش عارف ايه، انما ده الطبيعي وده الاحتراف اللي المفترض كل الناس تبقى عارفاه. لغايه ما يجي فتره انتقالات معينه تلاقي نفسك تيجي تقول للنادي والله انا نسبه مشاركتي كانت كذا وشايف ان انا مش هيعتمد عليا، ممكن تسيبوني انتقل. انما دلوقتي اصلا لا في مشاركه، لا في فتره انتقالات، ولا في اي حاجه. طيب استفدت ايه من ان انت تبقى تفضل قاعد؟ يعني ايه الاستفاده؟ طب عندك ضرر فني من خلال ان انت ما لعبتش اول 3 4 مباريات واستبعدت من القائمه الاوروبيه. طب ما انت كده بتطول المده، يعني بتطول الضرر الفني، بدل ما تروح وتلعب وتبقى وتتمرن وتبقى متواجد. والله اعلم بكره ما حدش عارف فيه ايه. ياما مدربين كانوا بيبقوا قرفانين من لاعب ومش طايقينه، يعني ما حدش يقول لي ان ما فيش كره فش حب كره، لا فيها. فيها وكل المدربين بيحبوا وبيكرهوا، وده بيبقى جاي من القناعه وعدم القناعه. انا لو مقتنع بوائل هديله فرصته مره واثنين وثلاثه لو وائل وحش، لو مش مقتنع بوائل مع اول مطب هبعده. فهي القصه كده. فخلي بال حضراتكم ان انت مش عارف، ممكن بكره مدرب النهارده مدرب كمان ما بيطيقكش، وممكن بكره تلاقيه تلعب ماتش تركب تكسبه مش عارف، خلاص هو شاف مصلحته معاك. فهو ده اللي انا كان وجهه نظري ان كان لازم يعملها شيكابالا، ولازم كان يتواجد مع فرقته وفي ناديه، لان كده هو بيخسر اكيد بشكل اكبر. طيب الخبر الثالث هو ايقاف كابتن عبد الرحيم محمد واحتماليه شطبه، او في كلام عن شطبه من نادي الزمالك. طيب يعني القصه كابتن عبد الرحيم يعني دخل معانا هنا، كان موجود معانا هنا في البرنامج، والراجل اتكلم عن مشكله مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وطلع وقال ان حصل كذا كذا كذا، ويعني الراجل اتكلم وانتقد. انما هل كل انتقاد هيقابل ب يعني قرار او اجراء قوي وعنيف مثل هذا الاجراء؟ طبعا انا ماليش دعوه، يعني هو في الاول وفي الاخر كابتن عبد الرحيم لو هو راجل صغير بيسخن زي ما الناس بتقول ان هو يطلع عشان يتكلم في حاجه، هو راجل شايف ان وجهه نظره حاجه فبيطلع يقولها، وهو حر يعني وما عندوش اي مشكله. سياده المستشار هو رئيس نادي الزمالك، هو اللي بيدير نادي الزمالك، من حقه ان هو يتخذ الاجراء اللي شايفه من وجهه نظره بيخدم مصالح نادي، فما فيش اي مشكله. انما انا بتكلم في حته حاجه انا بره الحوار خالص، انا بتكلم في نقطه الا وهي ان هل كل اجراء، هل كل انتقاد او كل مشكله عند حد هتقابل باجراء متعسف او اجراء قوي او اجراء عنيف او اجراء قاسي؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. نادي الزمالك بيمر بمرحله، كنت لسه بتكلم مع احد الاصدقاء النهارده اللي منتمين بشكل قوي جدا لنادي الزمالك، خلي بالكم، بل بانه بيشتغل في نادي الزمالك، وبقول له هو اسم كبير طبعا، فبقول له نادي الزمالك عنده فرصه انه يعمل شغل كويس قوي السنه دي، عنده تيم محترم جدا من اللعيبه، عنده جهاز فني محترم، حسام حسن وابراهيم مع الاحتفاظ بالالقاب، عنده قطاع ناشئين، عنده ملاعب جديده هايله
تخلي اي قطاع ناشئين يتمرن بشكل محترم وبشكل كويس. عنده قطاع ناشئين ماسكه واحد متواجد فيه زي كابتن اسماعيل يوسف واحمد حسام ميدو، اعتقد برضو قيمتين كبار ممكن يأدوا بشكل كويس. عندك بنية تحتية بتتعمل في النادي بشكل محترم، الناس شايفة ان في مبنى اجتماعي هيتعمل بشكل محترم، ان في حمام سباحة بشكل محترم، ان في حاجات بتتعمل بشكلها كويس. فاعتقد ان عنده فرصة نادي الزمالك لو الامور هديت شوية فيه ان هو يعني يعمل سنة مميزة او سنة انتقالية او سنة مختلفة عن السنين اللي فاتت. ولكن دايما في حاجات كده بتطفو على السطح، وده جاي نتيجة التركيز الشديد مع الإعلام أو التركيز الشديد على ما كل ما يقال في الإعلام. أنا شايف إن لازم الناس تركز بشكل كبير في شغلها وتجتهد، وربنا في الأول وفي الآخر هو اللي بيكافئ وهو اللي يعني بيدي كل واحد على قد نيته وبيدي كل واحد على قد تعبه. خلوني أخش في الأخبار، يعني اتكلمنا في القضايا وأكيد هنتكلم مع أستاذ أسامة خليل في القضايا اللي موجودة. وائل جمعة بينفي التفاوض مع مؤمن زكريا. نفى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود أي نية للتفاوض مع مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق إنبي المعار للزمالك للحصول على خدماته بدءا من يناير المقبل. وأوضح جمعة أن الأهلي مازال يمتلك في قائمته مكانا واحدا، وأنه بيحترم ويقدر جميع اللاعبين اللي موجودين في مصر، الا ان الجهاز الفني للفريق من حقه ان يحدد اولوياته وفقا لرؤيته لاستكمال الموسم والدعم ببعض العناصر اللي بيحتاجها وهو ما لم يتم تحديده بعد. وشدد وائل جمعه على احترامه الشديد للاعب الزمالك الحالي مؤمن زكريا، الا انه لم يدخل في مفاوضات جاده معاه وحسابات الجهاز الفني من الاساس خلال المرحله الماضيه. احنا هنحاول نعمل مداخله مع وائل جمعه عشان هو ينفي او ما ينفيش، بس انا معلوماتي ان مؤمن زكريا بيقترب بشده من النادي الاهلي، ومحمد رجب لاعب بتروجيت بيقترب بشده من نادي الزمالك. دي معلوماتي، مش عايز بقى اعمل زي الناس بقى اللي بتقول يعني انا مش عارف ايه وانا بجيب الخبر منين ومش عارف ايه والكلام ده. انا معلوماتي اللي بقول لحضراتكم عليها، انا يعني مؤمن زكريا بيقترب من النادي الاهلي، و محمد رجب لاعب بتروجيت هداف بتروجيت او الراجل المهاجم المميز بتاع بتروجيت بيقترب بشده من نادي الزمالك. دي حسب معلوماتي. محمد رزق بيحصل على راحه من التدريبات. غاب لاعب وسط الاهلي محمد رزق عن التدريبات الجماعيه صباح اليوم الاربعاء بعدما قرر الجهاز الطبي للنادي الاهلي منح اللاعب راحه سلبيه من المرام بسبب استمرار تعرضه لدوار شديد وحاله من عدم الاتزان بسبب تعرضه لكدمه في الراس تسببت في شبه ارتجاج اثناء مشاركته بمباراه الاهلي الوديه مساء امس امام فريق الشمس. ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب علي على ان اللاعب خضع لفحص طبي صباح اليوم مؤكد ضرورة حصوله على راحة، من المنتظر ان هو يعود للتدريبات الجماعية من صباح الغد. الارتجاج شبه الارتجاج اللي بيجي في المخ بتاع اللعيبة او في الدماغ بتاعت اللعيبة لما بترتطم لما بتتخبط لما بتيجي في كدمة ولا حاجة، ده بيبقى حاجة متعرف عليها، بتاخد لها فترة كده بتحس ان لاعب مش متزن دايخ مش عارف ايه. افتكر فيه لعيب من اللعيبة القريبين جدا من قلبي مجدي عبد العاطي لاعب نادي امبي ومدرب بتروجيت دلوقتي. الراجل ده عايز اقول لحضراتكم ان جاله قبل كده في مباراه الاهلي ارتجاج او شبه ارتجاج وكان مادي بشكل كويس قوي، وبعدين قعد بعد ما جاله شبه الارتجاج قعد طول الماتش. هو النتيجه كام؟ هو احنا مش عارف، ويقعد يسال اسئله غريبه جدا. دي جايه بس من عدم الاتزان اللي كان موجود في دماغه نتيجه الارتطام، انما بتعمل حاله من فقدان الذاكره، تحس ان انت فاقد الذاكره كده. وطبعا ربنا ما يكتبهاش على حد، ولعبتنا كلها تبقى يعني متزنه ويبقى عندهم نوع من الاستقرار في دماغهم ما يتخبطوش، لان دي بتاثر بشكل كبير. انا بقول لكم ان هي بتاخد يوم او اتنين والامور بتستقر وبترجع لحالتها الطبيعية. وائل جمعة كمان بيقول ان متعب لاعب كبير والحديث عن رحيله غير منطقي. وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الاهلي اكد ان كل اللي اتردد حوالين عرض عماد متعب للبيع في يناير المقبل مش مظبوط، وان كل اللي اتكلم في الموضوع دوت ما لوش علاقة بالحقيقة، وان متعب من اللعيبة الكبار في الاهلي وجدد عقده مع النادي مع بداية الموسم او من بداية الموسم الجاري، ولو كان في اي نية للاستغناء عنه فما كانش هيتجدد له اصلا.
واشار مدير الكره بالاهلي كمان ان العديد من الاخبار اللي بيتم تداولها في وسائل الاعلام خلال الفتره الاخيره غير صحيحه على الاطلاق، وهدفها الاول ضرب حاله الاستقرار اللي بيعيشها الفريق وتشتيت تركيز اللاعبين قبل المواجهه المرتقبه امام القطن الكاميروني في اياب نصف بطوله الكونفدراليه. طيب انا ليه تعليق بس على النقطه الاخيره، وهي يعني ايه هدف الاعلام ان هو يشتت تركيز فريق هيلعب في كونفدراليه هيرفع اسم مصر، هيرفع اسم نادي من الانديه اللي عمرها ما فيش حد حصل على هذه البطوله، فمش كل حاجه تلقى على شماعه الاعلام، مش كل حاجه تلقى على شماعه ان الاخبار بتتقال عشان ضرب الاستقرار او ضرب المشكله، لا ما يعني في اوقات بيبقى مفيش دخان من غير نار، يعني اشمعنى التوقيت الخبر ده طلع في التوقيت ده؟ ويا ما خلي بالك وانا لو كابتن وائل جمعه جه معانا يا جماعه هقول له الكلام ده، ياما لعيبه تجدد لها وتاني بعد ما تجدد لها على طول مشوا، وياما لعيبه تجدد لها وبعد ما تجدد لها اتباعت عادي جدا، مع يعني قصه التجديد لانك انت بتجدد له في الوقت ده، فانت بتحس ان انت في احتياج ليه في الوقت ده، ممكن بعدها شويه يبقى هو أو ممكن في الوقت ده يبقى هو رجل المرحله او انت عايزه عشان المرحله دي، بعديها ممكن ما يبقاش رجل المرحله، فهي مش شرط التجديد ليه ان احنا لو مش عايزين ما كناش جددنا له، لا وارد انك تجدد له وتمشيه مفيش مشكله، وارد انك تجدد له وتخليه يعتزل بعديها باي لاعب، انا ما بتكلمش على متعب، وارد انك تخليه تجدد له وتبيعه في نص موسم، وياما وحصلت كتير جدا مفيش اي مشكله يعني. طيب تدريبات استشفائيه لصبحي ومارسيلو، تغيب الثنائي رمضان صبحي وحسين السيد الشهير بمارسيلو عن المشاركه في تدريبات الاهلي الجماعيه صباح اليوم الاربعاء بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيره، واكتفى الثنائي باداء بعض التدريبات الاستشفائيه من الاصابات اللي المت بيهم في مباراه الشمس الوديه. مارسيلو او حسين السيد عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه، ورمضان صبحي عنده كدمه في الساق، والمفترض ان هم بكره الصبح هيشاركوا بشكل طبيعي مع فرقتهم. طيب الاهلي بيقول لا توجد ازمه مع غالي ونتفهم حالته العصبيه. اكد وائل جمعه برضو مدير الكره بالنادي الاهلي ان حسام غالي لاعب مهم وخبره ليه قيمه، وان كل ما يشاع حول انه اصبح عقبه او ازمه مش صحيح، ونفى اي غضب منه او اي استياء من جريده. كان في ناس كتير اتكلمت عن ان جريده مستاء من حسام غالي، وان هو بقى شايفه ان هو كثير افتعال الازمات، ومره خناقه مع تريزيجيه، مره خناقه مع وائل جمعه، مره خناقه مش عارف مع مين، عصبيه شديده في التقسيمات وفي التدريبات، انما كل الكلام ده وائل جمعه نفاه وقال ان مفيش اي حاجه من الكلام دوت، وقال ان الجهاز الفني بيتفهم العصبيه والتوتر اللي بيظهر عليه غالي في بعض الاحيان، لانه بيكون نابع من شعوره بالمسؤوليه باعتباره قائد للفريق واكثر اللاعبين خبره في الوقت الحالي. وانا من تجربتي الشخصيه مع حسام وصداقتي بيه ومعرفتي عن قرب جدا بحسام غالي، حسام من النوعيات اللعيبه اللي قلبها على ناديها بشكل كبير، اللي قلبها على فرقتها بشكل كبير، شخصيه طيبه جدا، شخصيه محترمه جدا، ولكن اوقات كده يعني موضوع الغيره الزياده على الفرقه، الغيره الزياده على اللعيبه، الغيره الزياده على النتائج بتبقى مؤثره معاه بشكل كبير جدا، فممكن ينتقد حد، انما بيبقى انتقاد يعني مع كل الاحترام، يعني انتقاد مع كل الاحترام، ممكن تلاقيه زعل، غلط، تلفظ بلفظ او بقول مش مظبوط، انما ده بيبقى نابع عن نرفزه بنسميها احنا في الملعب نرفزه ملعب او نرفزه وقتيه لحظيه في الوقت ده على طول، وبعد كده بتلاقيه مع اللعيب التاني كويس جدا ومحترم جدا وبيتفهم، وهو شخصيه طيبه جدا، عشان بس ما حدش يقعد يلعب على القصه دي ويهمد حسام. حسام من النوعيات النظيفه، وانا اعني ما اقوله وعارف اللي انا بقوله، من النوعيات النظيفه، من النوعيات المحترمه، من النوعيات اللي عندها غيره على فرقتها، فهو ده اللي بينبع منه بس قصه مشاكله الكتير، انما اللعيبه خلي بالكم اللعيبه ممكن ما بتزعلش منه، يعني ما بتاخدش جنب من حسام قوي، لان هم عارفين طبيعه وشخصيه حسام غالي. جده بيقضي اجازه عيد الاضحى في القاهره. يعود مهاجم النادي الاهلي محمد ناجي جدو للقاهره خلال ايام عيد الاضحى قادما من دبي، بعد الخضوع لفتره تاهيل عقب خضوعه لجراحه الرباط الصليبي من عده شهور. واوضح طبيب الاهلي ايهاب انه من المقرر ان يقضي جدو اجازه عيد الاضحى مع اسرته بالكامل، على ان يسافر بعدها الى دبي مره اخرى او المانيا من اجل استكمال المرحله الاخيره من التاهيل، حتى يتمكن من العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه للفريق الاحمر، تمهيدا بقى لخوض المباريات مع الفريق بعد فتره غياب بسبب الاصابه. الحمد لله على السلامه يا جدو. ندخل على اخبار نادي الزمالك.
صلاح انت معايا ولا ايه؟ طيب ماشي، المهم صلاح معايا بس اهم حاجه. الزمالك بيجهز المستبعدين بوديه امام احد انديه القسم الثاني. قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده حسام حسن اقامه مباراه وديه مع احد انديه الدرجه الثانيه يوم الجمعه القادم في اطار السياسه اللي بيتبعها لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من قائمه المباريات. ده كلام محترم جدا، وده اللي انا طول عمري كنت بنادي بيه. اي مدير فني عنده مشكله او عنده مباراه رسميه، في ناس احتياطي وفي ناس ما بتلعبش خالص بره القائمه، لازم يتواجدوا، لازم تعمل لهم مباراه وديه ثاني يوم المباراه الرسميه، تعمل لهم مباراه وديه. ما يتمرنوش التمرين مهما كان، مهما كانت قوته، مهما كانت شدته، مهما كان بتعمل لهم حاجه بدنيه، مهما كان كل الكلام دوت، كون ان انت تعمل لهم مباراه ياخدوا فيها الحساسيه دي مهمه جدا. فانا بحيي كابتن حسام حسن من هنا ان هو حريص على ان هو السياسه اللي بيتبعها وهي اقامه مباراه وديه بعد كل مباراه رسميه للمستبعدين وللدكه البدلاء، دي حاجه محترمه جدا وانا الامانه بقدرها جدا. الزمالك بكره عنده مباراه مهمه جدا مع الشرطه ضمن منافسات الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز. طيب عندنا خبر نعي كده، وفاة زوجة مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. توفيت صباح اليوم الأربعاء زوجة الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد صراع مع المرض خلال الفترة اللي فاتت. أسرة الرياضة اليوم طبعا بتنعي أسرة الفقيد وتدعو لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يجعلها بإذن الله بإذن الله من أهل الجنة، يعني ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنة. احنا طبعا يعني بننعي الدكتور الأستاذ مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. كان نادي الزمالك كان عنده اجتماع مكتب تنفيذي وبعد كده اتلغى. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إلغاء اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس واللي كان مقرر إقامته النهارده الأربع بسبب وفاة زوجة مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة النادي صباح اليوم. طيب نادي المصري، النادي المصري عامل نتائج كويسة، يعني يمكن احنا قلنا الكلام دوت مع كابتن طارق يحيى وكان تحدي كبير لكابتن طارق قبل بداية الدوري، خاصة إن كابتن طارق من الناس. وائل الشاي هيبرد، وائل ما تطلع فاصل، عايز اخد اي حاجه كده. طيب لا مش هاخد فاصل دلوقتي، استنى اقول الخبر بتاع كابتن طارق. النادي المصري كابتن طارق كان عامل معاه شغل كويس وكان مادي معاه اداء كويس من بدايه الموسم، بدايه من مباراه الاسماعيلي ومباراه الاسيوطي وبعد كده مباراه النهارده دمنهور. فاعتقد ان هو عامل شغل كويس، وكان عنده تحدي واحنا اتكلمنا معاه قبل بدايه الدوري، لان هو كان الفرق الفتره اللي فاتت بيمسك انديه مش انديه جماهيريه، انديه شركات او انديه مؤسسات زي الانتاج الحربي زي مصر المقاصه، فما كانش عنده ضغط. انما لما يبقى عنده ضغط من جماهير بتقابله رايح جاي، لسه جماهير ما بقتش في المدرج، انما جماهير بتقابله رايح جاي وهو حاططهم في دماغه بشكل كبير وعامل نتائج زي كده، نتائج كويسه، اعتقد ده حاجه كويسه. احمد رؤوف كان منفي خالص في النادي الاهلي او كان ملغي خالص في النادي الاهلي، سيبك ان هو جاب جون مؤثر جدا، ده طبعا الاهداف بتاعت النهارده. ده حماده يحيى لاعب سموحه السنه اللي فاتت برضه عامل شغل كويس جدا، بيقول اهو ثامن هدف اعتقد، يعني ان هو عامل جاب 8 تجوان يعني في الدوري يعني. فزي ما بقول لحضراتكم كان عنده تحدي فقدر ان هو يعمل تحدي. ده فرصه بقى وانت مش جايب الكاميرا عليا، مهم جدا شاي اخضر اصل لازم يظبط الدنيا. فده طبعا محمود شاكر، ده اللي رفع الكروس، ها محمود شاكر عبد الفتاح. نادي المصري نادي يعني لبسه حلو، كمان اللبس اللي هو لابسه ده لبس حلو. وادي احمد رؤوف زي ما بقول لحضراتكم بقى، كان مهما لعب احمد رؤوف في النادي الاهلي او عدد مبارياته كانت قليله، ولكن جاب جون مؤثر جدا لو تفتكروا في الدفاع الجديدي اللي مخلي الاهلي يكمل في الكونفدراليه لغايه دلوقتي، ولكن ما كانش هو احمد رؤوف. انما انا شايف ان احمد رؤوف بيعود مره اخرى لتاني مباراه يهدف فيها، صح يا جماعه ولا ثالث مباراه؟ دي تاني مباراه متهيألي، دي تاني مباراة، لأن هو هدف قبل كده في الأسيوطي وده تاني هدف يهدفه في مباراة دمنهور، يعني ابتدى الدنيا تظبط شوية. مبروك لكابتن طارق يحيى، عنده دلوقتي 7 نقاط من 3 مباريات، يعني فقد نقطتين بس، وكمان دمنهور عنده نقطة واحدة وشكله هيعاني بدري بدري. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بقية أخبارنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب حرس الحدود بيخطف فوز غالي من المقاولين، النهارده كان نادي حرس الحدود عنده ماتش مع المقاولين العرب،
وكسب 1-0 في المباراه اللي كانت ما بينهم على استاد الماكس في ملعب حرس الحدود طبعا في اسكندريه ضمن مباريات الجوله الثالثه. ده طبعا الهدف اللي احرز النهارده. جون جميل طبعا، جون جميل. ده مين اللي جابه ده؟ حطها فين؟ ده لا تصد ولا ترد. جون جميل. طيب حرس الحدود عنده 7 نقاط والمقاولين العرب عنده نقطة واحدة بعد ما خسر أمام الداخلية في الجولة الأولى وتعادل مع سموحة سلبيا. المقاولين بيمر بنتائج مش كويسة. السنة اللي فاتت المقاولين كان عامل نتائج كويسة قوي قوي قوي. السنة دي مع إن في تدعيمات، يعني في بابا أركو راح، في عمر جمال متواجد، يعني اعتقد ان في لعيبه تقيله ومهمه موجوده في نادي المقاولين. حسام عبد العال متواجد هو الاخر، يعني في كم من اللعيبه المحترمين اللي موجودين في الفرقه. محمد فضل متواجد من السنه اللي فاتت. انما النتائج واضح كده ان نادي المقاولين عنده نقطه واحده من اصل 9 نقاط كتير. ف ودوري السنه دي دوري مجموعه واحده مش دوري مجموعتين ومش عارف ايه، لا ده دوري مجموعة واحدة. ممكن تلاقي نفسك بتصارع من بعدها بعد 5-6 أسابيع هتفضل تعاني. فالدنيا لازم تتظبط شوية في نادي المقاولين العرب. الاتحاد السكندري بيبدأ استعداداته لإمبي. عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري النهاردة بعد الراحة اللي حصل عليها من قبل كابتن طلعت يوسف المدير الفني. قلنا أول امبارح إن هو كان عنده راحة 48 ساعة بعد الفوز الكبير اللي حققه على بترو جيت، وعنده مباراة إمبي الهامة في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز. الأهلي والاتحاد السكندري في الأسبوع الثالث تم تأجيله عشان استعداد النادي الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في لقاء الإياب في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية الإفريقية. سر استبعاد عواد من قائمة الدراويش أمام الجونة. محمد عواد هو كان الحارس الاحتياطي المتواجد في نادي الإسماعيلي المباريات اللي فاتت، ولكن استبعد من لقاء الجونة. يقال أنه بعد مباراة مصر المقصة اللي فاتت راح لريكاردو وقال له أنا عايز ألعب وعايز أتواجد ودي فرصتي ومش عارف إيه وأنا جدير بالفرصة دلوقتي وأنا أحق بأخذ الفرصة، ولكن قال بطريقة مش مظبوطة. ريكاردو ما قبلش الكلام دوت، ويعني شايف من وجهة نظر الجهاز الفني أن هي ما كانتش لائقة طريقة طلبه للمشاركة، فعشان كده الجهاز الفني برر، يعني الجهاز الفني طلعه وكمان قالوا ان هم برروا استبعاده من ان هو مصاب. محمود عبد العزيز بيلحق بلاعب الدراويش في الغردقه. محمود عبد العزيز مودي لاعب الاسماعيلي انهى مشكله اوراقه الخاصه بالتجنيد وراح للفريق للغردقه، والمنتظر ان هو هيتم تجهيز اللاعب للمشاركه في مباراه الجونه اللي هتقام بكره العصر باذن الله باستاد الجونه. اللاعب كان تخلف عن السفر مع الفريق استعدادا لمباراه الجونه بسبب مشكله في اوراق التجنيد الخاصه باللاعب. طب هو بس في نقطه مهمه انا عايز اسال عليها، هو ايه علاقه اوراق التجنيد بان هو يسافر للجونه؟ نعم؟ يعني ايه معاه مشكلة مع التجنيد ومش يعني ده رحلة داخلية؟ هو التجنيد ما هو خلص ورقه عشان يسافر الجونة يعني، ولا خلص ورقه عشان ايه؟ ما انا مش فاهم. ولا دي مشكلة بعيدة عن دي؟ دي بعيدة عن دي، دي مالهاش علاقة بدي يعني. انا فاكر ان الطيران الداخلي برضو محتاج. ماشي. طيب ماشي، معايا كابتن طارق يحيى. كابتن طارق يحيى المدير الفني للمصري، يعني نمسك الخشب يا كابتن طارق. يا اقول نمسك الخشب. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. مبسوط؟ يعني الحمد لله، يعني مبسوط وبرضه لسه، يعني لسه مش يعني الاداء مش زي ما انا عايز، لكن بنقول الحمد لله طالما بتكسب وبتاخد بونت وبتتقدم في الترتيب او في النقاط فدي حاجه ظاهره صحيه يعني. طب قلقان يعني لو في يعني قلقان من اللي جاي؟ يعني الاداء يقلقك ولا الاداء يخليك تقول ان ممكن بعد الاسبوع السادس مثلا الاداء يبقى اللي في دماغك؟ لا بص، هو القلق لازم هيبقى موجود يا وائل، انت لعيب كوره عارف يعني لازم تبقى انت قلقان كمدرب 100%، اي مباراه هتلعبها تبقى قلقان فيها. لكن انك انت تقلق ان من الفرقه، لا الحمد لله، يعني القلق على انك انت تفضل في المكانه دي او تحسن مركزك او بمعنى اصح تمشي بشكل كويس في الجدول الدوري او طول الدوري، بس هو ده القلق. لكن انك قلقان ان الفرقه تبقى وحشه، لا ان شاء الله احنا باذن الله مش هنبقى وحشين، بالعكس هنبقى كويسين ان شاء الله، بس الولاد يشدوا حيلهم شويه
يبقى عندهم اصرار شويه، حماس شويه، في خاصه بقى طبعا في الاوقات الحرجه اللي انا محتاج فيها لعيبه الخبرات او خبرات اللعيبه اللي عندي يعني. طيب يعني لاعب زي احمد رؤوف شايفينه بيهدف للمباراه الثانيه على التوالي، والراجل متواجد بصفه اساسيه يعني، وهو كان في النادي الاهلي ما بيلعبش. طارق يحيى فلسفته ايه في القصه دي، خصوصا ان هو متعود انه يرجع اللعيبه اللي ما بتلعبش الا انا الوحيد اللي فطستني. انت هتقعد تقول لي الفيلم ده؟ والله العظيم فطستني، والله العظيم كان زماني بلعب لغايه دلوقتي. طب وحد قال لك ما تجيش يا ابني؟ لا اله الا الله. ما تجيش، انت هتجيبني وبعدين انت هتسوق لي، انت عايز تجيبني وتوديني لحد تاني؟ لا مش انت اكيد يا وائل، وقلت لك اهلا بيك وكل حاجه، وبعدين فجاه رحت انت داخل بقى في الاعلان بقى وبتاع. اتفضل اتفضل. ماشي قلت وائل بقى خلاص لبسني السلطانيه، لبسني السلطانيه. انت عملتني وحش. لبسني السلطانيه. لا لا بص هو بص يا وائل، انت بتبقى مقتنع بامكانيات لعيب. مظبوط. بغض النظر هو كان بيلعب في النادي اللي كان فيه او ما بيلعبش. مظبوط. انت انا عندي معظم اللعيبه اللي جت السنه دي ما كانتش في انديتها، خلي بالك. يعني عبد الله الشحات كان بديل. احمد رؤوف كان بديل. حماده يحيى كان بديل. مين تاني يا طارق؟ احمد سمير بقاله فتره طويله في الزمالك بديل. سعيد قطه بديل. مظبوط. احمد ياسر جاي من دجله كان بديل. فانت اللعيبه دي مقتنع بقدراتها. بتكلم على اللعيبه اللي انا جبتها يعني لما رحت النادي المصري. فانت مقتنع بقدراتها بغض النظر عنها لعبت او ما لعبتش في النادي، لكن انت مقتنع بامكانياتها، والتجربه دي انا عملتها الحمد لله بفضل الله في انتاج الحربي. خلينا اقول ان التجربه دي كانت طارق يعني دي بختم طارق يحيى للامانه، يعني ان هو يرجع لعيبه مش متواجده في الملعب ويرجعها على حيلها ويرجعها ويخلي ليها اسم تاني، ده طارق يحيى دي بتاعتك صراحه. هو طبعا يعني التوفيق من عند ربنا، هو انت عارف الحمد لله بفضل الله. طبعا الواحد بيبقى موفق وغير موفق، لكن اهم حاجه لعيب يساعدك. ما هو انت ممكن تجيب لعيبه وائل مش بيلعب، وفي في في على فكره في لعيبه جت كده برضو معايا وانا كنت مقتنع بيها لكن ما ساعدتنيش او ما ساعدتش نفسها. فما قلتهاش فمشيتها، لكن اللعيب اللي بيساعدك واللعيب اللي بيبقى عايز دي بتبقى بتحترم فيه النقطه دي وبتحاول انك انت تخرجها منه. ورؤوف من نوعيه اللعيبه دي، حماده يحيى، عبد الله الشحات، كل اللعيبه دي من نوعيه. كان قبل كده فؤاد سلامه لو تفتكر، كان احمد بكري، كان ايمن عبد العزيز، محمد ثابت صاروخ، ايمن عبد العزيز، هاني سعيد، كل دول الحمد لله بفضل الله يعني كانوا بدلاء في انديتهم. احمد السيد الحمد لله، واحمد السيد، بس احمد السيد جه من النادي الاهلي كان بيلعب يعني كان بيلعب، لكن لا احمد السيد جالك من التليفونات. بالتليفونات ما كانش بيلعب صح. فالحمد لله يعني اهم حاجه هو انت مقتنع باللعيب قدرات اللعيب، واللعيب يبقى عنده الحافز والدافع، ده مهم جدا. مش من غير ان اللعيب بيبقى عايز مش هتقدر تعمل معاه حاجه، المهم ان انت توظفه صح. فرؤوف انا مقتنع بيه، لو تفتكر لو رجعنا للذاكره كده وائل، هو احمد عبد الظاهر. مظبوط. كانوا احسن اثنين فرايده في الوقت ده لما كانوا في انبي لو تفتكر. مظبوط. دليل ان الاثنين راحوا النادي الاهلي. صح. فهم عندهم قدرات مهاريه وبدنيه ما شاء الله عاليه جدا. ورؤوف يعني يمكن مش عايز اقول ظلم، ولكن سبب احد الاسباب في ان النادي الاهلي مكمل بطوله افريقيه لغايه دلوقتي لو تفتكر برضه. مظبوط بالهدف بتاعه صح. طب خليني اقول لك، عندك ماتش مين اللي جاي؟ انا عندي المقاولين. عندك المقاولين، المقاولين عنده نقطه واحده جريح جامد جدا ومتحفز، هتقول لعيبتك ايه قبل المباراه دي؟ لا انا عايز اقول لك ان انا الفرق الماتشات كلها انا ببقى خايف جدا ومرعوب جدا والله. انا النهارده كنت مرعوب جدا لان انا اتفرجت على فرقه دمنهور وائل الماتش اللي فات مع الحرس، كانوا كويسين قوي ما شاء الله. مظبوط. عندهم روح عاليه قوي قوي، الولاد كانوا بيلعبوا بروح عاليه. فانا قلت كان الاحداث دي للعيبه وانا قلت اللي انا شفته. دي من المقاولين، من الفرق المحترمه جدا طبعا، فريق صاعد وقاعد دائما وابدا. اللي ما بيمشي من عنده لعيبه ما بيلاقي على طول، يعني ما عندوش الحته اللي هو بيقف عند لعيبه او اثنين او ثلاثه. فالفريق مشي لعيبه كثيره جدا وما شاء الله بينافس. السنه دي برضه مشي لعيبه بدايه مش قوي، لكنه تيم محترم ومعاه مدرب طبعا فاهم لعيبته ومحترم. فيعني طبعا بقول لعيبه عندي ده ماتش صعب وماتش في منتهى القوه، تيم زي ما انت بتقول جريح، ماتشين ما فيش مكسب وخساره، فاكيد هو هيبقى يعني بيلعب للمكسب واحنا كمان بنلعب للمكسب. واتمنى ان اللعيبه تأدي اداء محترم واداء مشرف انها تاخد 3 بونت
يفرق معانا جامد جدا في الترتيب كمان يا ان شاء الله. تمام كابتن طارق، انا بتمنى لك توفيق باذن الله الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا. معايا الناحيه الثانيه احمد رؤوف. احمد رؤوف ازيك يا اوفا؟ رؤوف الخط قطع، طب نحاول نجيبه مره اخرى. طيب كرم جابر بيتولى تجهيز المستبعدين من لقاء الاسماعيلي والجونه. كرم جابر مدرب النادي الاسماعيلي ما سافرش مع الفريق للغردقه للجونه استعدادا لاداء مباراه الجونه من اجل تجهيز اللاعبين اللي تم استبعادهم من قائمه الفريق اللي سافرت، خاصه ان الفريق لن يعود قبل يوم الجمعه المقبل. شوقي غريب بيضم 6 محترفين لمباراتي بتسوانا. استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الاول على ضم 6 لاعبين محترفين للانضمام لمعسكر الفراعنه استعدادا لمباراتي الذهاب والاياب امام بتسوانا ضمن التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2015 في المغرب يوم 10 ويوم 15 اكتوبر. دول المباراتين اللي لازم باذن الله باذن الله باذن الله ناخد منهم 6 نقاط. الست نقاط ناخد 6 نقاط لان غير كده الدنيا هتبقى متازمه عندنا جدا وهتبقى الدنيا صعبه جدا. الستة المحترفين اللي ضمهم كابتن شوقي غريب: احمد فتحي من ام صلال القطري، احمد المحمدي من هال سيتي، محمد صلاح من تشيلسي، محمد النني واحمد حمودي من بازل السويسري، وصالح جمعه من ماديرا. واستبعد المدير الفني باقي المحترفين اللي تواجدوا في مباراه السنغال وتونس زي علي غزال، محمود عبد الرازق شكابالا، احمد حجازي، احمد حسن كوكا، يعني كان في لعيبه ما بقتش موجوده. احمد حسن كوكا حمودي جاب جون معاك الجون بتاع حمودي. طيب نعم طيب خلاص ماشي. عايز تشغله دلوقتي؟ ده جون حمودي. جون جميل. لعيب كويس طبعا احمد حمودي، انما الخبره الدوليه واحده واحده هتيجي معاه ما فيش اي مشكله. اهو جاب جون جميل ويعني بيأدي أداء مشرف على طول. اتجاه الاستبعاد الكبار من مباراتي بتسوانا. في ناس محترفين كابتن شوقي ما جابهمش، وفي ناس من الكبار في اتجاه ان هم ما يبقوش موجودين، وان كنت انا بعترض الى حد ما مش على الاسامي ولكن على استبعاد في 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 نوعيه كبار يستنوا ويبقوا متواجدين حتى لو مش في الملعب، وفي نوعيه كبار لازم تبعدهم على طول. يعني في نوعيه كبار يعملوا لك ازمات لو ما بيلعبوش، وفي نوعيه كبار يعني ما يعملوش ازمات ويعملوا ويلموا الدنيا ويبقوا هم الكبار لو موجودين بره الملعب، حتى لو موجودين بره وما بيلعبوش. فدي نقطه مهمه جدا. فاتجاه لدى الجهاز الفني بقياده شوقي غريب على استبعاد الكبار من الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراه بتسوانا يوم 10 والمباراه الثانيه يوم 15، وعلى راسهم عصام الحضري حارس مرمى الاسماعيلي، حسام غالي لاعب الاهلي، حسني عبد ربه كابتن الاسماعيلي. طيب يا رؤوف. الواد وحشني. عامل ايه؟ وحشني. عمال تجيب اجوان دلوقتي، كنت فين في النادي الاهلي لو جبتش الاجوان دي هناك ليه؟ كنت على الدكه. انت جايب جون مؤثر جدا في النادي الاهلي اللي عشانه النادي الاهلي بيكمل لغايه دلوقتي. الحمد لله يا كابتن الله، الحمد لله. يعني انا حاولت يعني اديت على قد ما قدرت يعني، وحاولت وبذلت مجهود في النادي الاهلي، بس يمكن ما خدتش الفرصه بشكل كبير معاهم، يعني كان اشتراكي قليل. يعني صبروا على لعيبه كتير في النادي الاهلي، يعني بلافي صبر عليه سنه كامله ما جابش جول، صبر عليه سنه كامله، لعيبه صبر عليا 3 4 سنين برضه، ومش عارف بس الحمد لله خلاص. يعني انت حاسس ان الدنيا ما صبرتش عليك؟ ما حدش صبر عليا، يعني انا اديت يعني الفتره اللي الماتشات اللي انا لعبت فيها اديت، لعبت ماتش المقاولين لو تفتكر اديت فيه كام كره في العارضه، كان اول ماتش ليا، لعبت الدفاع الجديد ماتش الذهاب عملته كله عبد الله السعيد، ماتش العوده الجون جبته جون مؤثر، يعني مكملين فيه البطوله لحد دلوقتي. جون بروجيت الرابع اللي انا يعني ده كان فرق الاهداف في مظبوط، عندنا فرق الاهداف في الدوري مظبوط. خلاص انا خلاص عملت اللي عليا، مش هقول اتظلمت ما اتظلمتش، خلاص صفحه واتقفلت، بس انا ما خدتش فرصتي بشكل كامل في النادي الاهلي، وكل الناس عارفه كده. يعني لعيب اي لعيب حاسس ان انت خدتها بقى في المصري؟ خدتها في النصر، يعني ثقه الكابتن طارق يحيى فيا. بشارك المباريات اغلب المباريات 90 دقيقة، فورمتي رجعت بشكل كبير طبعا الحمد لله. يعني انا بشكر كابتن طارق يحيى على الثقة الكبيرة اللي هو مديها لي في النادي المصري، الحمد لله. انا شايف ان انا يعني بداية كويسة، ربنا يا رب يدوم عليا ان شاء الله. هدفنا من مصر رجع لمكانه الطبيعي، المربع الذهبي في بطولة الدوري. النادي المصري نادي كبير صاحب جمهور كبير، جميع الإدارة بيحاول يوفر جميع الإمكانيات للعيبة، جهاز فني على مستوى عالي، لعيبة عندك يا كابتن وائل في كل مركز 3 4 لعيبه، فان شاء الله ربنا يكرم
وتكون بدايه موفقه لينا ان شاء الله مع النادي المصري. بص يا رؤوف، انا اعرفك شخصيا، فانا وانا لما كنت بشوفك في النادي الاهلي كنت حاسك مهموم، وانا بشوفك في المصري انا حاسك مبسوط، حاسك فرحان، صح احساسي ولا غلط؟ صح يا كابتن، صح. يعني ما يمكن، يعني يمكن برضو كان سبب الهم في النادي الاهلي، وانت عارفني قريب مني، البعد عن المباريات. يعني انا ربع ساعه في 10 دقائق، طب احمد رؤوف فين؟ نقد لاحمد رؤوف، احمد رؤوف فين؟ يعني ما فيش لعيبه يا جماعه يلعب ربع ساعه وفورمته هترجع، ما فيش لعيبه يلعب 10 دقائق وفورمته هترجع. مظبوط. كانت جت عليا اوقات يا كابتن كنت بلعب 5 دقائق، يعني كاني نازل اتكرر. يعني مفيش لعيب فورمته هترجع من 10 دقايق ربع ساعه، لعيب يعني اللعيب فورمته هترجع من على الاقل 5 ماتشات، 5 ماتشات ورا بعض. ودي يمكن اللي انا ما لقيتهاش في النادي الاهلي. يعني انا لعبت في النادي الاهلي بالظبط معدوده 3 4 ماتشات، يعني اللي لعبتهم في النادي الاهلي قدامي 10 دقايق ربع ساعه. فطبيعي يا كابتن انا وحضرتك طبعا الخبره اكثر مني، مفيش فورمه هتيجي من 10 دقايق ربع ساعه. مظبوط، لازم تلعب ماتشات كامله. يعني كان على الاقل اقل تقدير لاحمد رؤوف، انت مش بعد 6 شهور هتمشي احمد رؤوف. انت بتحكم على احمد رؤوف بناء على ايه؟ بتقيمه بناء على ايه؟ يعني انت كان لازم تصبر على احمد رؤوف اكتر من كده. بس انا برضو مش ابكي على لبن المسكوب زي ما بيقولوا يا كابتن. خلاص، صفحه النادي الاهلي اتطوت بحلوها وبمرها. يعني يكفي ان احمد رؤوف صاحب الهدف النادي الاهلي مكمل فيه في الكونفدراليه لحد دلوقتي، ان احمد رؤوف صاحب الهدف الرابع البوتاجيت اللي احنا جبنا فيه الدوري. الحمد لله، خلاص صفحه بحلوها بمرها قفلتها. خلاص بركز مع فرقتي، قدامي تحدي جديد، هدف ان انا بهدف الدوري، هدف ان انا ارجع لمنتخب مصر، هدف ان النادي المصري يرجع لمكانه الطبيعي. الحمد لله، يعني يمكن اللي احنا بنسعى عليه الفتره اللي جايه باذن الله. باذن الله. احمد رؤوف لاعب النادي المصري البورسعيدي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق. طيب الاولمبي او المنتخب الاولمبي بيشارك في دورة شمال افريقيا بالجزائر. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب من الاتحاد شمال افريقيا يفيد باقامة دورة شمال افريقيا بالجزائر في خلال الفترة من 4 ل 13 من 4 ل 13 اكتوبر القادم، ومشاركة 5 منتخبات هي ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر. وطلب شمال افريقيا من الجبلية رد على مشاركة المنتخب الاولمبي المصري من عدمه. غانا بتطلب رسميا تنظيم امم افريقيا 2017. تقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم رسميا بطلب للاتحاد الافريقي الكاف لاستضافة بطولة امم افريقيا 2017 بدل من ليبيا اللي اعتزلت بسبب تدهور الاوضاع الامنية في البلاد، وبذلك تصبح غانا هي تاني دولة تتقدم لاستضافة امم افريقيا بعد الجزائر. الاتحاد الافريقي حدد 30 سبتمبر الجاري اخر موعد لتلقي طلبات استضافة نسخة 2017 من بطولة كاس الامم الافريقية. لجنة الانضباط بالاتحاد المغربي تقرر ايقاف طارق مصطفى لاجل غير مسمى. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المغربي لكرة القدم ايقاف طارق مصطفى المدرب العام لنادي الدفاع الجديدي لاجل غير مسمى، وذلك بعدما تخلف عن حضور جلسة التحقيق اللي كان مقرر اقامتها الثلاث امبارح. وكان طارق مصطفى وجه انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بسبب اقامة مباراة الدفاع الجديدي امام شباب اطلس بمسابقة الدوري في الساعة 1 الظهر بالتوقيت المحلي، مما دفع الاتحاد المغربي لاحالته للتحقيق. عارفين طارق مصطفى طبعا ضمن الجهاز الفني المتواجد مع كابتن حسن شحاتة هناك لقيادة الدفاع الحسن الجديدي. ولكن هو الراجل احنا من وجهة نظرنا يعني واحد بيقول ان المباراة بدري قوي الساعة 1، ايه الانتقاد في كده؟ ده اللي احنا بنتكلم من خلال معلوماتنا، انما هل قالها بطريقة مثلا هما مش قابلينها؟ الكلام ده اكيد هنعرفه الايام القادمه. حمودي بيسجل اول اهدافه مع بازل، وده الهدف اللي احنا عرضناه. اول اهداف احمد حمودي لاعب بازل السويسري كانت مع فريقه امبارح اللي فاز على اف سي فادورز ب3 اهداف مقابل هدف في المباراه اللي جمعت بينهم مساء امس ضمن منافسات الاسبوع 9 من الدوري السويسري. بازل احرز اهدافه احمد حمودي وزوفي وماركو ستيلر، بينما احرز هدف فادورز اللاعب لانج. ازمه في الزمالك، خلاص قلنا ازمه الزمالك. طيب عندك حاجه وائل عايز تعملها؟ عندك تقرير؟ طب انا عندي لسه خبرين، اقول الخبرين وبعدين اطلع استقبل الاستاذ اسامه خليل نقيبنا الرياضي.
الخبر الاول حوالين شريف حبيب. شريف حبيب من رؤساء الانديه المحترمين جدا المتواجدين اللي بيأدوا اللي بيعملوا شغل كويس في الرياضه المصريه وعنده فكر وعنده اداء محترم. شريف حبيب بيرحل عن المقاولين العرب. قرر المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولين ترك رئاسه النادي يوم 20 اكتوبر المقبل بعد بلوغ سن المعاش. رفض شريف حبيب تمديد ولايته للاستمرار على رئاسه قلعه الذئاب وتمسك بضرورة ضخ مياه جديدة لتقود المسيرة واعطاء فرصة للقيادات الجديدة من اجل تغيير الكوادر القائمة على خدمة النادي والرياضة المصرية ككل. وقال حبيب انوي الاستمرار في خدمة الرياضة المصرية لكن من موقع اخر خارج قلعة المقاولون العرب، وتوجه بالشكر لكل من تعاملت معه في خدمة نادي المقاولين وخدمة الرياضة المصرية سواء اختلفت او اتفقت معاه، واتمنى التوفيق لمن يخلفني في رئاسة نادي المقاولين. واحنا من هنا بنقول ان شريف حبيب من الشخصيات الرياضية المؤثرة والمحترمة و اللي تواجدت بقوه في الرياضه المصريه الفترات اللي فاتت وفي الكره المصريه تحديدا برئاسته النادي كبير زي نادي المقاولين العرب. انا بتمنى له التوفيق باذن الله بعد 20 اكتوبر، وان هو يعني عنده انكار ذات، عنده ان هو عايز يدي فرصه للاخرين ان هم يشتغلوا، ولكن انا شايف ان شريف حبيب قيمه كبيره في نادي المقاولين، ونتمنى ان هو يتعمل له حفل تكريم محترم في نادي المقاولين العرب. طيب أسموا ينفي قتل صديقه في بيان رسمي. نفى الغني أسموا جيان مهاجم من نادي العين الإماراتي التهم الموجهة إليه بقتل صديقه مغني الراب الغاني كاسترو وصديقته جانيت باندو. ونشر أسموا جيان بيانا عبر موقع رسمي ينفي فيه التهم الموجهة إليه بقتل كاسترو الذي اختفى برفقة صديقته في يوليو الماضي. وقال أسموا في بيانه: التزمت الصمت وسط كل الاتهامات والشائعات التي أحاطت به في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حتى لا أؤثر على تحقيقات الشرطة التي تبحث سبب اختفاء كاسترو. وكان كاسترو وصديقته قد اختفى في يوليو الماضي عقب الانضمام إلى جيان وأسرته في رحلة بغانا عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في البرازيل 2014. مين؟ سوبر رونالدو طبعا جاب 4 اهداف سوبر هاتريك في مباراة فريقه، كانوا مغلوبين 1 وكسبوا 5 ما شاء الله. يعني دي قدام حضراتكم المباراة. ده رونالدو خلص 5-1. ده الهدف الاول فريق التش صح؟ وطبعا ردوا بقى رد قاسي انشلوتي، رد قاسي جدا. ده الهدف الاول لجاريث بيل طبعا، عملت مميزه جدا وخطف ولا اروع ولا احلى. وده الهدف الثاني ضربه جزاء، كان يوم ضربات الجزاء امبارح. مارسيلو كريستيانو رونالدو اهو بيجيب الهدف التعادل وبيطير الكوره. عم رونالدو ما تفسريش تيشيرت عجبني قوي، تيشيرت شفته امبارح في التوكيل اللي بيتباع فيه، جميل قوي تيشيرت ريال مدريد. ده الهدف الثاني، مارسيلو برضو عامل شغل كويس، وادي كريستيانو رونالدو برضو جاب 4 اهداف امبارح مفتري. مين وائل؟ وخالد بيبو عملها في ماتش الزمالك. ادي الهدف الثالث. وائل بيحب اصلا كابتن طارق ابو زيد، فبيقول لي كابتن طارق ابو زيد جاب في الثمانينات برضه سوبر هاتريك. طبعا كابتن طارق ابو زيد قيمه كبيره، وكمان خالد بيبو جاب سوبر هاتريك في ماتش الاهلي والزمالك 6-1. وادي رونالدو بيجيب الهدف الثالث ليه والثالث لفرقته والثاني من الثاني ليه من ضربه جزاء الثالث ليه. وادي بقى الهدف الرابع. لا ده كان عريس امبارح، يوم امبارح. طيب انتهت المباراه 5-1. خلونا نطلع لفاصل، بعد الفاصل استقبل الاستاذ اسامه خليل وربنا يستر. اهلا بحضراتكم من جديد، اسمحوا لي ارحب بضيفي الدائم الاسبوعي الاستاذ اسامه خليل مستشار التحرير وناقدنا الرياضي الكبير. استاذ اسامه ازيك؟ كابتن وائل اهلا.
اخبارك ايه؟ انا جاهز. الشياكه النهارده برضه واخده حقها، حاجه مختلفه. ده الطبيعي، انا ده الطبيعي بتاعي، ده العادي. طيب ماشي استاذ اسامه، عندنا شويه حاجات كده عايزين نتكلم فيها النهارده. عايز ابداها من عند خبر احتماليه شطب كابتن عبد الرحيم محمد من نادي الزمالك، نتيجه ان هو طلع معانا هنا في البرنامج وقال من وجهه نظره شويه حاجات وانتقادات لمجلس الاداره، ومجلس الاداره خد اجراء ضده وهو تحويله للتحقيق، وفي كلام عن احتماليه شطب. طيب هو الزمالك زي ما قلت لك المره اللي فاتت تقريبا، الزمالك بيحب يعمل المشاكل، منعه من دخول النادي اصلا. يعني الزمالك بيحب يعمل مشاكل لنفسه، الدنيا هاديه ومفيش مشكله، من حق اي واحد ان هو يقول رايه، يعني مفيش حد يعاقب ان هو يقول رايه حتى لو بينتقد الاخر يعني. انما نادي الزمالك لانه ما بيعترفش، واضح ان هو في المرحله الاخيره دي ما بيعترفش بحريه التعبير ولا بحريه الراي ولا للناس اللي خارج النادي الزمالك ولا اللي جوه نادي الزمالك. يعني اذا كان اللي بره نادي الزمالك اذا قالوا رايهم او عبروا عن رايهم واختلفوا مع وجهه نظر مجلس الاداره او مع اداره النادي او حتى انتقدوا، بالمناسبه وده حصل لفريق الكوره، بتكتشف ان مجلس الاداره بياخد قرار بمنعهم من الدخول اذا كانوا صحفيين، او بيهاجمهم اذا كانوا نقاد وبيعبروا عن وجهه نظرهم، او اذا كانوا احد في المنظومه الرياضيه بيقدموا شكوى لوزير الشباب والرياضه. ده طبعا وما بيسلموش طبعا من الانتقادات الحاده اللي بتصدر، اذا اعتبرناها انتقادات يعني مع التخفيف، من مجلس اداره نادي الزمالك او من بعض مسؤولي نادي الزمالك. طب ما انا عايز اقول لك على حاجه، طب ما هو انا برضو خليني ابقى في راي نادي الزمالك، انا يعني هفكر زي مجلس اداره نادي الزمالك واقول لك ان نادي الزمالك دلوقتي عنده كل حاجه او كل مقومات النجاح، فممكن مش عايز حد يطلع يقعد يفطسه، مش حد يطلع يقعد ينتقد، مش عايز حد يقعد يصيط، حد يقعد يتكلم كويس عشان خاطر الدنيا ما يعني ما يبقاش في ضرب للاستقرار زي ما بيقول. اول حاجه مفيش حد بيتكلم وحش على نادي الزمالك، يعني واضح ان عبد الرحيم محمد ده يعني حاجه فالته في الزمن ده، يعني اليومين دول يعني اعتقد من 6 اشهر ما شفتش حد قدر ينتقد نادي الزمالك، خصوصا ان هو عمل تصرفات حتى فيما يخص الاجهزه الفنيه، فيما يخص تعاقد مع لعيبه ثم ان هو يسيبهم، يعني في حاجات كتيره ممكن تنتقد فنيا يعني، وده لا يعيب اداره الزمالك ولا يعيب الاجهزه الاداريه داخل نادي الزمالك يعني اذا كنت بتنتقدها يعني. ولكن فكره ان احنا نقول مارشات عسكريه وقران على اعتبار ان في وطن بيتم بنائه فالناس تسكت خالص، على فكره ده اول حاجه في اطار ان انت في مجتمع مفتوح وان المعلومات فيه بقت متداوله، دي نمره واحد. نمره اتنين، ده ما بقاش يبني ولا بيبني مؤسسه ولا بيبني شركه ولا بيبني نادي فكره ان الناس كلها تسكت، لان الناس كلها تسكت معنى كده ربما تكون هناك اخطاء فهتسكت عنها، فالاخطاء دي هتكبر فهتنفجر، وانت معتقد ان انت بتبني هتكتشف ان انت بتهد مش بتبني. فنادي الزمالك وهو بيبني لا محتاج حد يقول له غلط. يعني انا مثلا انا عندي انتقادات، انا رايي نادي الزمالك عامل حاجه كويسه قوي. لو حط في اعتباره مجموعه الحاجات اللي انا بقولها وبيقولها ناس اخرين يعني ها ممكن الزمالك حاجه قويه جدا، ولكن لانه هو حاجب الناس او مانع النقاد من ان هم يتكلموا، علشان اي واحد بيتكلم فهو بيعادي، هو اخواني، هو ما اعرفش بيشتغل عند الطرف الاخر، لا ده هو ما اعرفش متهم، انت فاهم فكره ان مجرد اي واحد بينتقد يبقى هو عنده عيب هو ده اللي تظهره فيه. فطبعا ده مانع الناس. وانا هقول لك الزمالك ممكن بحاجه جامده جدا جدا لو اتحطت مجموعه معايير التزمت بيها اداره نادي الزمالك هتقدر تقول ان الزمالك ممكن يقف على زي ايه بقى؟ زي فكره ان انت يعني انت عندك فريق قوي مثلا بنيته. من المهم جدا ان انت توفر له مناخ، ما هو مش فكره ان انا عندي لعيب كويس وعندي فلوس، رغم ان الفلوس دي اعتقد هتبقى في مشكله ماليه في الزمالك خلال الايام القادمه، لان انت عندك مجموعه تعاقدات كبيره، عندك مجموعه انشاءات كبيره، بس هو مع برزنتيشن اعتقد هتوفي له طلباته. ما الفلوس خلصت يعني. يعني الاهلي اجمالي اللي خده مثلا من الاهرام اضافه للتعاقد مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون السنه دي هيبقى 85 مليون جنيه، ورغم كده النادي عنده ازمه ماليه ضخمه. مش ليه؟ لانه عنده مجموعه او عنده مصاريف ضخمه جدا بيصرفها سواء في التعاقدات او في الانشاءات. انا بقول لك الزمالك انت عملت فريق كويس
ولكن انت مش موفر المناخ الكويس. هو ده اللي انا بطلبه. حتى فكره التعامل مع الاطراف الاخرى، يعني مش من مصلحه اي حد ان نادي الزمالك كل شويه يخش في معركه. خش في معركه مع النادي الاهلي، نخلص معركه النادي الاهلي، نخش في معركه مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون، نسيب معركه اتحاد الاذاعه والتلفزيون، نخش في معركه مع النقاد، نسيب النقاد. انت بتقول النهارده عبد الرحيم محمد، هنخلص عبد الرحيم محمد هنرجع لمعرفش الناقد تاني، فتلاقي معرفش النقاد الرياضيين بيطلعوا بيان بيدينوا فيهم اهانه بعض الصحفيين. فانت قاعد عامل ضجيج حوالين فريق الكوره، حوالين المؤسسه، وسط الحاجات الكويسه اللي بتتعمل ما بقتش تشوفها. ما هو شايف ان دوره مستشار مهتم منصور رئيس النادي، شايف ان دوره ان هو يصد اي هجمات ضد النادي، هو شايف كده. ما هو اذا كانت هجمات، يعني ما ينفعش النهارده تخش في معركه مع النادي الاهلي علشان في جمهور انتقد او قال سب. انا ضد السب ومع ان الناس دي تقف، انما بس خلي بالك ان هو خد موقف قبل كده ضد جماهير نادي الزمالك لما شتمت محمود طاهر. وراه لا لا يعني ده كلام بس. لا 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 لا, لا معلش، اصل يعني انا بقول لك اللي حصل. وقف التمرين ولا وقف المباراه الوديه وطلع الجمهور. طب انت خدت موقف ضد جمهور الزمالك، ايه اللي حصل من جمهور الزمالك بعد كده؟ ما انت قاعد بتاخد مواقف تصاعديه، دخلوا اقتحموا النادي، حاولوا يغتالوا رئيس النادي. احنا بنتكلم عن الموقف دلوقتي. لا لا احنا بنتكلم عن الموقف. هو زعل، هو زعل. هو طبعا مبدئيا في الكوره ان 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 جمهور المنافس يشتمك او ان جمهور المنافس يغلط، ده طبيعي، ده عادي في الكوره، يعني ده موجود في الكوره منذ ان خلق الله الخلق. الخطيب اتشتم يعني، وحسن حمدي اتشتم، كابتن صالح سليم اتشتم. ده طبيعي وده وارد. وده معناه ان انت معلم مع انت معلم على من الناحيه الثانيه، يعني انت فاهمني، معلم بالسلب او بالايجاب ده برضه بغض النظر. انما قصدي ان في مشكله، في ازمه انت عاملها للناس من الناحيه الثانيه. انما هو مضايقته او هو زعل من قصه ان انا حصل نفس الموقف في ناديه وكان ليا وقفه مع الجمهور، فليه مجلس اداره النادي الاهلي ما وقفش الوقفه دي مع الجمهور؟ هو ده فلسفته. بص، اصل انت تعتقد اول حاجه معنى كده ان مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي بيحرض الجماهير وهو اللي بيتفعل كده. اعتقد كان في ماتش امبارح ودي، اعتقد ما حصلش فيه شتيمه. انما مش معنى كده ان مجلس اداره النادي الاهلي هيقدر يسيطر على جماهيره. انما تقدر تقول لي مجلس اداره النادي الاهلي يمنع جماهيره من الدخول. بالظبط. اذا كنت انت تستطيع، اذا كان هو يستطيع انه يمنع جماهير نادي الزمالك من الدخول لو قررت تحضر التدريب، اتفضل. انما انت بتلجا لمين؟ هتلجا للامن. الامن رافض ان هو يتواجد، قال لك انا مش هتواجد على التامين. انت بتدخله التدريب، انت بقى مجموعه الامن اللي على النادي، هل انت تقدر توقفه من نوع الناس او تنقل تدريبك لمكان اخر او تنقل المباراه لمكان اخر؟ لان الامن بيقول لك انا اسف انا مش هحتك معاهم. انت بقى تنقل تدريبك، انت تنقل مباراتك، ده ما بقاش موضوعي. بدليل مثلا انا عايز اقول لك حاجه، مباريات كره اليد، هو ليه مباريات كره اليد الجمهور بيخشها والامن ما بيامنهاش؟ لان اتحاد اليد شارط حضور الجماهير. طب كيف يستطيع النادي الزمالك، النادي الاهلي او نادي الزمالك يمنع دخول الجماهير وشرط اساسي في المسابقه دلوقتي ان الجماهير تخش؟ جماهير النادي الاهلي بتروح. ثانيه واحده، دي نقطه خطيره انت قلتها دي. اتحاد كره اليد شارط ان المسابقه تكون بجماهير؟ طبعا. هو ليه الجماهير ما تخش مباريات اليد؟ والامن مجبر؟ الامن مجبر؟ الامن بيقول لك انا ما بامنش. انا ما بامنش. جمهور الاهلي عاده بيروح بالمناسبه، مباراه كره اليد اغلبها جمهور الاهلي بيروح. طبعا لو بكره اتحاد الكره شارط ان المسابقه تبقى جمهور، هتبقى جمهور؟ جمهور ايه المشكله؟ انا طبعا عايز اسال. الامن هيقول لك ماليش دعوه. الامن هيقول لك ماليش دعوه. الاتحاد الافريقي شارط ان المباراه بتاعته بجمهور. طيب ماشي. خلاص خلي الامن يقول لا. هنطلع بره مصر. خلاص. بس لازم تواجه مشكلتك. انا في الاخر تواجه طبعا. انت لازم تواجه مشكلتك. معاك طبعا. فكره انا هو عشان كده هو ده الفكره اللي احنا قلناها من الاساس. صح. في ناس بتقول مواجهه امنيه، في ناس بتقول حوار. انا مع الناس اللي بتقول الحوار. احنا مع الحوار. مع المواجهه الامنيه. معلش. لا لا، المواجهه الامنيه مع اي واحد يخرج. مع المشاغب بالظبط. يخرج اذا كان في الجمهور، اذا كان في الشارع، اذا كان في حد مواجهه، ده طبيعي. زي انا بقول لك في قانون عقوبات يرضى اي شيء، يعني احنا مش محتاجين بالمناسبه قانون شغب غير جوه الملعب، انما خارج الملعب لا، في قانون عقوبات يرضى اي حد. صح. يعني اللي عمله جمهور الزمالك جوه نادي الزمالك لما دخلوا كسروا، او الاعتداء على رئيس نادي الزمالك اذا كانوا هم بالفعل تورطوا في الاعتداء دهوت، لان الامر موجود في النيابه في الاخر او في القضاء كمان بعد كده. اذا تورطوا في قانون عقوبات يقدر يجرم كل ده. طبعا.
فخلاص ففي الاخر هتفضل تهرب منهم وهنفضل نتراشق معاهم احنا مش هنوصل لحاجه. انا بقول نرجع للحته ثانيه كابتن وائل. نادي الزمالك بقى عنده النهارده انا رايي فريق جيد جدا. محتاج اداره فنيه اتمنى ان حسام يبقى قدها وهو غالبا يعني قدها مواصفاته بتقول ان هو عنده المؤهلات ان هو يبقى قدها طبعا. واداره كمان يعني بمعنى ايه الاداره؟ ما الاداره الاداره هي اللي جابت الناس بس يعني. لا اداره توفر المناخ علشان الناس دي تشتغل يعني. انا ما فيش حد انتقد خالص غير تقريبا احنا يعني ايه النادي الزمالك يخسر السوبر خساره مشرفه واسمع ان مجلس ادارته مجتمع علشان يناقش حسام حسن يمشيه ولا يقعده. ليه؟ ده شغل اداره. يعني انت عملت انت عملت الهومورك المهم، انت عملت شغل مهم قوي ان انت جبت افضل لعيبه موجودين في الانديه. خلاص بقى يبقى انا بوفر المناخ للعيبه دي علشان اقدر احقق اكبر استفاده منهم. ده بيتحقق بايه؟ بيتحقق بالاداره. هو نادي الاهلي بالمناسبه يعني انا رايي نادي الاهلي 60% 60% او 70% من مكسبه عمل اداري. هو كسب الدوري عمل اداري مش عمل فني. لان هو فنيا اقل، امكانياته البدنيه اللي لعبته اقل، خبرات اللعيبه كانت اقل، مغير جهاز فني، ولكن فكره عمل اداري مش في المجلس ده والمجالس اللي قبل كده. كان بيبقى الاهلي الله. هو انت ناسي ان الاهلي فاكر الزمالك لما كان عنده اللي هو كنا بنسميه فريق الاحلام؟ فريق الاحلام خسروا ليه؟ نادي الزمالك خسر ليه؟ اخطاء اداره. فكره اداره بتثق في امكانياتها زياده عن اللزوم، بتثق في لعيبتها، ابتدت تحتفل بالفوز قبل ما يبقى فيه فوز. ها؟ النادي الزمالك خسر. فمش معنى ان انت عندك، هو ده انا عايز اقوله لنادي الزمالك دلوقتي اذا كانوا عايزين يسمعوا عايزين يتخانقوا اتخانقوا، يعني ما تستهلكش وقتك في ان انت ترد عليهم. ولكن من منطلق الامانه تجاه هذا النادي الكبير وتجاه جماهيره العظيمه ان انت بتقول ان اصبحت الفرصه مواتيه لدى نادي الزمالك ان هو حقق بطولات بجد. ولكن يجب ان توفر له الاداره، ان تكون الاداره سيستم اداره اكثر هدوءا من ده. مفيش داعي تشتبك. عشان كده ما تيجي تقول لي عبد الرحيم محمد بينتقد تنتقد. هو انت هو عبد الرحيم محمد بيشتغل داخل نادي الزمالك؟ لا. طالما لا يعمل الان داخل نادي الزمالك ليس من حقك ان انت تشتبه. ده شطب غير قانوني هيرجع بحكم محكمه. بس انا خسرت يعني. بس هو عضو عامل عشان كده متهيألي. انا عايز أنا اعتقد قلت لك قبل كده مش انا صحفي ومفترض ناقد، واعتقد انا كنت مع الكابتن حسن حمدي او اداره الكابتن حسن حمدي بيني وبينهم يعني مساحات شاسعه من النقد والهجوم والخلاف في بعض الاحيان في كثير من الاحيان. وانا عضو عامل في النادي الاهلي وانا عندي صحفي وعندي مؤسسه بتتعامل مع النادي الاهلي على الاطلاق. ما اتمنعتش قبل كده؟ لم يقترب مني على الاطلاق. لان هو فاهم جدا ان انت اما بتنتقد اما بتقول اول حاجه ان انت اما تحرم عضو من عضويته كعضو مثلا انت معنى كده هيتقال عليك دكتاتور وهيتقال عليك ما بتسمحش بالراي الاخر. فممكن رغم ان تبقى مشكله صغيره انما رد الفعل السلبي بتاعها هيبقى كبير. فهو واعي لده. فلازم الادارات الكبيره تبقى واعيه لده تاخد بالها من ده. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت وانت ماشي لو قعدت كل شويه تنتبه للي قاعد بينتقدك دون ان تستفيد منه وتحول معركتك المعركه لمعركه شخصيه معاه هو اللي كسب مش انت. هو كابتن صالح سليم كان كابتن احمد شوبير في حوار قال ان كابتن صالح سليم سرق سيف الذهب. كان في سيف ذهب مهدى النادي الاهلي وان كابتن صالح سليم خده من النادي. وكانت التصريحات والتصريحات دي كانت معايا ولم ينفيها الكابتن شوبير وهي تصريحات اكيده. كان كابتن صالح سليم مسافر بره مصر. كابتن حسن حمدي اجتمع وقرر ايقاف كابتن شوبير وتحول التحقيق ومنعه من دخول النادي على ما اعتقد يعني. مظبوط. وتعلق اول ما رجع كابتن صالح اللي عمله؟ قال هو ما بيشتغلش معايا. هو غلط.
ما يكونش اقوي ان انا اوقفه وامنعه الدخول. اول حاجه انت كبرت الموضوع. يعني هو كان تصريح في جورنال فانت عملته قضيه راي عام. هو كسب انا خسرت لان انا الاهلي. هو مجرد لاعب كان في الاهلي وتشال الايقاف وتشال فورا اتشال الايقاف. بالمناسبه اما عمل دي بقت قاعده ان انت ما تخشش في صراع مع الاعلام او مع عضو بيعبر عن رايه. لا غلط عاقبه طالما انه مش منتمي للهيكل الاداري او الهيكل الفني. يعني النادي الاهلي طلع قرار ان انت شغال في المؤسسه ما تكتبش على الفيسبوك وعلى تويتر وما تنتقدش ولا جوه ولا تتكلم على حاجه جوه المؤسسه ولا تنتقد حد بره المؤسسه لان انت بتنتمي للمؤسسه. ده ما بيعتبرش ديكتاتوريه. لا انت راجل بتاع هذه هي قواعد العمل زي ما انت بتخش دريم قواعد العمل في دريم بتنتقل للحياه قواعد العمل في الحياه. كل مؤسسه ليها قواعد العمل. قواعد العمل دي لا تناسبك خلاص ما تشتغلش. تمام ان شاء الله الازمه دي تتحل وتعدي على خير. طيب خلينا نخش بقى في النادي الاهلي. عايز اسالك على شويه حاجات فنيه كده. هل عماد متعب فعلا ممكن يكون معروض للبيع او يتعرض للبيع فنيا؟ انا يعني أنا ارى وطبعا مفيش يعني في قضيتين اتطرحوا هما مش محور نقاش انما محور نميمه جوه النادي الاهلي. هو كابتن عماد متعب امتى هيرجع؟ السؤال متعب كابتن متعب لازم يسال نفسه. اذا ما كانش هيرجع القطر مش هيستنى حد. انا هقول لك متعب في جوابه او الرد على السؤال ده يقول لك لما العب ماتشات ويتصبر عليا. يعني 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 طبعا ده وارد اما يبقى لعيب صغير لسه هيبدا يكون نفسه يعني او ما يبقى احمد عبد الرؤوف لسه رايح مؤسسه جديده فمش هتصبر عليه. انما انت عماد متعب وبعد كده واضح جدا ان هم شايفين ان هو اداؤه التدريبي انت كمدرب بتحس او كجهاز بتحس اللعيب ده هو عنده طاقه عايز يديها او عنده حاجه عايز يديها ولا لا. طب خلينا ناخد مداخله مهمه برضو توضح لنا الامور دي بشكل كبير. معايا كابتن وائل جمعه مدير الكره في النادي الاهلي. كابتن وائل ازيك؟ ازيك يا مجيد اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك حبيبي الحمد لله تمام. معايا استاذ اسامه خليل في الاستوديو. ما لسه بيقولوا لي ازيك يا اسامه ازيك حضرتك؟ كابتن وائل ازيك يا قمر؟ ربنا يخليك حبيبي الاخبار؟ ربنا معاك كله زي الفل. اخبار عندك انت بقى؟ كابتن وائل انا عندك عايز اسالك شويه اسئله كده بعد اذن حضرتك. اول حاجه شايف مباراه العوده امام القطن الكاميروني ازاي؟ والله وائل المباراه صعبه طبعا جدا زي نفس الصعوبه بتاعت مباراه الذهاب. اكيد مباراه العوده بعد النتيجه اللي احنا عملناها هناك انا شايف ان هي ما سهلتناش حاجه. بالعكس بتصعب الامور عليك اكتر. الفرقه دي هتبقى جايه مش باكيه على اي حاجه وما عندهاش اي حاجه تخاف عليها. تبقى هجوم شرف على اساس انه يحرز بيك هدف. انت كسبان 1-0 هناك. اللعيبه كلها بتاعتنا يعني اتكلمنا معاها اكتر مره وان شاء الله مستعدين وعارفين صعوبه المباراه ومقدرين ان شاء الله اللي احنا فيه يعني باذن الله. النقط دي انا مش قلقان منها لان اللعيبه بتاعتنا الحمد لله دلوقتي بتعرف تفرق وتعرف تفصل المباريات وزي ما احنا متفقين بنفرح يوم المباراه بالنتيجه اللي احنا عملناها وخلاص وبنقفل الصفحه بعد كده ونبص في الصفحه اللي بعد كده باذن الله. هل تم تحديد ملعب المباراه بشكل رسمي ولا لسه؟ هو رسمي لسه لغايه دلوقتي والله. بس الاتجاه راح لفين؟ غالبا هيبقى استاد القاهره ان شاء الله. الحضور الجماهيري اخباره ايه؟ برضه لسه ما فيش حاجه رسميه جات لنا انما احنا نتمنى ان يحضر الجمهور زي ما قلنا برضو المباراة النهائي ان شاء الله اجباري هتبقى بجمهور فاحنا بنتمنى ان جمهورنا يبقى معانا خاصة ان احنا فاضل لنا خطوة بسيطة ونوصل للمباراة النهائية يعني فنتمنى جمهورنا يحضر معانا ويبقوا موجودين ورانا يعني باذن الله. طيب يعني بنتمنى لكم التوفيق باذن الله في مباراه القطن الكاميروني. عايز بقى عندي شويه قضايا كده سريعه عايز اخد ردك عليها. اول حاجه ايه صحه الانباء اللي ترددت في الفتره الاخيره حوالين رحيل اكتر من لاعب عبد الله السعيد وليد سليمان عرض عماد متعب للبيع الكلام ده ايه؟ طب مين اللي يلعب في الاهلي لما الناس دي تمشي؟ معرفش طبعا كلام غير صحيح خالص وانا فاهم ان ده
الناس عشان تبيع وعشان تشتغل لازم اسم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وائل يتذكر في القصص دي كلها. بس احنا مش مطالبين ان احنا كل خبر يتكتب عن النادي الاهلي نطلع ننفيه ونطلع نتكلم فيه ونطلع نقول لا ده مش حقيقي وكلام من ده، لانه عيب اصلا الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول بقدميهم بالامكانيات بتاعتهم بتاريخهم ان احنا يعني نطلع نمشي حاجه زي كده يعني. عيب ان اساسا الخبر يتكتب يعني فاهم؟ طبعا الكلام كله غير صحيح بالمره بالنسبه للناس دي كلها. يعني انا مجدد لعبد الله سعيد وبنعالجه في المانيا عشان نعرضه للبيع. مظبوط مظبوط. الكلام مش منطقي خالص. وليد سليمان من افضل اللعيبه عندنا و متعب وعماد متعب نفس الكلام، ما ينفعش يعني الكلام اللي يتقال على الناس دي بالطريقه دي. طيب هل الاهلي دخل في مفاوضات فعلا مع احمد فتحي عشان يعود في يناير؟ لا طبعا كلام غير صحيح خالص. و راجل يعني لو كان عايز يفضل عندك ما كان فضل عندك من الكلام ده ما كملش شهر. طيب برضو في كلام اثير الفتره اللي فاتت كابتن وائل حوالين مشكله ما بين وائل جمعه او كابتن وائل جمعه مدير الكوره وما بين حسام غالي وما بين حسام غالي وما بين جريده، صحه الكلام ده ايه؟ ما هو ده من ضمن الكلام برضو يا شيخ، بقول لك اللي هو كلام عشان يعني الناس دي عايزه تبيع، يعني عارف اللي هو ايه، بيبدا فراغ كده فيذكر اي حاجه بالنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. طبيعي لجماهيريه وشعبيه النادي الاهلي الناس هتتابع الخبر وهتتابع الموضوع. انما الكلام ده صحيح خالص بالمره، ودليل اكبر دليل ان حسام غالي بيلعب الماتشات اللي فاتت كلها. لا ويقال ان العصبيه بتاعت حسام في الفتره الاخيره وتعنيفه لتريزيجيه مثلا رده على كابتن وائل جمعه مدير الكوره بعد هو الموضوع بتاع تريزيجيه برضه يا شيخ انا اتكلمت فيه في اكتر من مكان بس ما اتكلمتش فيه معاك. يعني النقطه بتاعت تريزيجيه وحسام غالي دي، حسام غالي الناس فاهمه ان هو كان بيزعق على تريزيجيه. حسام غالي كان يعني بيوجه غضبان او عبر عن غضبه ان الخواجه بينتقد تريزيجيه عشان الكوره دي كان المفروض يحطها قدام وتريزيجيه عايز يلعبها لحسام غالي فاهم. حسام زعلان ان هو ايه، عارف انت انا وانت اكتر ناس عارفين حسام غالي كان بيحب في عز الزنقه والزحمه عايز يلعب كوره. مظبوط. المدرب في اخر ثانيه في المباراه بيقول لتريزيجيه خلاص اللي خايف الكوره تتقطع منه وتيجي فينا جول، فبيقول لتريزيجيه حط الكوره قدام فاهم. حسام بقى يعني ايه، هو طبعا حسام غلطان جدا في الرياكشن بتاعه وفي العصبيه اللي عنده. بس انا قلت ان حسام غالي وعصبيته دي نتيجه المسؤوليه اللي هو حاسس بيها في وسط الفرقه. مظبوط. وكابتن الفريق وقائد الفريق واكثر واحد الناس هتعاتبه لو في حاجه نتائج مش كويسه للفرقه. طبعا قعدت معاها هل قعدت معاه نبهته وقلت له يا غالي اهدى شويه يا غالي مش عارف ايه الكلام ده؟ طبعا. لا حسام على طول بتكلم معاه طبعا في اي حاجه بكلمه على طول، وهو الراجل حتى بعد الماتش قال لي انا شفت اللقطه وكان شكلي وحش جدا بس انا مش متخيل ان انا، بس اقسم بالله العظيم انا شفت اللقطه لغايه دلوقتي، بس هو بيقول لي انا شفت اللقطه وناس قالوا لي ان هو انا فعلا شكلي وحش بس انا ما اقصدش اي حاجه من الكلام ده خالص. الموضوع انتهى اصلا. اذا كان انت شخصيا كمدير الكوره لو كنت حسيت بـ 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 بحاجه فيها اهانه كنت يعني اكيد كنت ما دام ما حسيتش بيها ولا حاجه حصلت اصلا. طبعا ده طبعا احنا عندنا ثوابت وعندنا نظام يا شيخ، اي واحد هيغلط او هيتصرف تصرف غلط بيبقى ليه عقاب طبعا. مظبوط. انا عايز اقول لك ان حسام من اكثر الناس الملتزمه في الفرقه يعني. لا عايز اقول لك ان الناس اللي حاولت تعمل مشكله عملوا الفيديو بالتصوير اللي هو مش البطيء بطيء البطيء عشان خاطر يطلعوا حاجه اتعملت يعني ما يعني انت فاهم؟ انا بقول لك في الملعب لو كان اخطا في القصه دي او تجاوز على اي حاجه لا ما كانش الموضوع هيعدي. بالظبط. انما الراجل بقول لك الراجل ملتزم وناس بتتلكك له احنا عارفين كده، وحسام الفتره اللي فاتت عليه ضغوط طبعا. حسام مش هو مستوى حسام غالي اللي الناس عارفاه. مظبوط. فالحاجات دي لازم الناس تبقى فاهمها برضه ان المستوى ما يبقى مش 100% برضه كده يا شيخ. انت يعني من الاول لازم تضرب في الملعب فاهم. مظبوط. خلي لعيب يبقى عصبي في الملعب وده طبيعي واحنا متقبلينه من حسام غالي، لان حسام يعني في اسوء حالاته الفرقه ما تقدرش تستغنى عنه يعني. مظبوط. طيب كابتن وائل، مؤمن زكريا بدومبو الكلغولي، هل دول صفقتين ممكن الاهلي يفكر فيهم في الوقت القريب؟ لا الفتره دي احنا ما انت عارف ما عندناش غير مكان واحد في الفرقه
والمكان بتاع مؤمن عندنا فيه لعيبه كتير، بالاضافه ان مؤمن راجل دلوقتي بيلعب في نادي الزمالك ومعار من ناس دي ام بي، فما لا المواقف دي قصه كبيره كده بينهم وبين بعض، فاحنا مش هندخل فيها يعني. تمام تمام. اخر حاجه كابتن وائل جمعه، دكتور ايهاب علي قال ان جده مش هيلحق بالكونفدراليه ولا بالمباراه النهائيه، في حين ان انت قلت على لسانك ان جده احتمال يلحق بمباراه النهائي. انا قلت شيسوس بالظبط، تقريبا جده هيبقى متواجد مع الفريق في وقت النهائي بتاع الكونفدراليه. حالته بقى الفنيه والبدنيه والطبيه، انما هو الراجل هيبقى هيكون متواجد مع الفرقه ان شاء الله في النهائي. ده انا قلته يعني. تمام. طلع الحج السنه دي يشارك او ما يشاركش بقى، ده مش قراره هو يعني. تمام. طلع الحج السنه دي؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب يعني ادعي لنا بقى هناك ان شاء الله باذن. شويه ميه زمزم كده وانت جاي والنبي. حاضر ان شاء الله. شكينا كابتن وائل. شكرا كابتن وائل جمعه مدير الكوره في النادي الاهلي. هطلع لفاصل، بعد الفاصل ارجع للاستاذ اسامه خليل. خلاص خلصنا موضوع متعب يعني. لا مش مصدق. ماشي قول اللي عايزه. راجل مسؤول. انما انت وجهه نظرك ان متعب هيعرض للبيع. لا مش وجهه نظري، انا بقول متعب لو ما قدرش يقتنص الفرصه بتاعته القطر مش هيستناه. هتبقى فرصته طبعا طبعا. القطر مش هيستناه. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نكمل مع الاستاذ اسامه خليل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم بعد الفاصل. استاذ اسامه اتكلمنا، عايز تتكلم في حاجه في متعب؟ لا لا، انا قلت لك بس فكره او السبب فيما يخص عماد متعب والكلام بيتقال، لان عماد متعب لعيب وزن وحجم. عماد متعب لغايه دلوقتي لسه بيقعد احتياطي، اعتقد مش شرط يبقى مشكله الجهاز الفني، لان مفيش جهاز فني. انت عايز يجتهد اكتر. مفيش جهاز فني يبقى عنده عماد متعب وهيقعده. يعني ده على الاقل بيبقى على الاقل فتره معينه ومكسب معنوي. يعني لما تبقى عندك واحد جاهز بيبقى مكسب معنوي بتقيلك في اي وقت بينزل بقى موجود فيه يعني. اما فيما يخص احمد فتحي، هو المشكله خلي بالك، هو في جزء طبعا من اللي قاله الكابتن وائل سليم ان مش كل حاجه يعني الصحفيين بيدعوا يعني. يعني فكره ان الصحافه او الاعلام قاعد علشان يفبرك اخبار او عشان يضرب استقرار، مش 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 كده قوي يعني. فاحمد فتحي الكلام اتقال لان رئيس النادي طلع في اعتقد في السي بي سي مع الزميل خير رمضان، وكان قال على مكالمه تليفونيه حصلت ما بينه وبين احمد فتحي. مظبوط. اعتقد في مباراه السنغال، قبل مباراه السنغال او في نفس اليوم. وقال معايا في المداخله بالظبط كده، هو ده اللي حصل. الناس اعتقدت ان كون ان رئيس النادي اللعيب يكلمه ويتحاور معاه ويبقى العلاقه وديه، المعنى كده هو راجع بكره. اللي انا فاهمه ان احمد فتحي كان بيكلمه يعتذر له اذا كان هناك سوء فهم حصل. فقال له عمر الاهلي ما هيسيب، يعني الاهلي مش هيسيبك ولا هيهينك ولا هيهين واحد لعب فيه. فاذا كان الجزء دوت انت قلقان عليه، احنا عمرنا ما فيش تصريح هيطلع يهين او يعيب اي واحد في المنظومه عنده. مظبوط. اللي هي القاعده الاساسيه. الناس اعتقد خلاص بقى هيحبوا بعض هيرجع، انما زي ما قال كابتن وائل يعني ولا لا، وهي غريبه قوي يعني. ده واحد بقى له شهر يعني وهياخد قيمه ماليه كبيره جدا في المصال، وبعدين المصال ده يعني نادي كده يعني اللي هو واحد راح شهر وعايز يمشي يمشي يعني. هو مبدئيا نادي المصال ينفع؟ لا لا بالنسبه للاهلي يعني. لا 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 مش يعني هينفع. لا مش هو مش نادي كبير قوي، معلش بس عنده تعاقد، الراجل عنده تعاقد يعني، يوم ما هيتساب هيتساب بفلوس بالظبط. فلو كان في ايديا اشتريه تاني ليه؟ يعني بالظبط مكان بالظبط. انا فيما يخص عبد الله السعيد، طبعا انا وجهه نظري يعني كابتن عبد الله السعيد والكابتن وليد سليمان، وليد سليمان الموضوع بره النقاش. هو الكلام دلوقتي هتجدد له ولا لا؟ وانا رايي هو كلام مبكر على الحديث على التجديد. يعني هتجدد له ولا لا؟ يعني ممكن ما تجددلوش؟ لا هو واضح ان هتجدد له دلوقتي ولا هتنتظر؟ ولا هتنتظر شويه. وجده انا عبد الله السعيد وجده انا رايي بقى لهم فتره طويله مصابين وحتى الان لو انا رايي لو مشيت العجله بدون عبد الله السعيد وجده مش معنى كده الاهلي هيسيبهم، بس هتبقى فرص ان انت تعتمد عليهم اقل. لا بس انا اختلف معاك. لا انا اختلف، معلش اصل الاثنين عندهم اصابات كبيره. قلت لك ايه؟ وهيخشوا لا اسف بس دي لعيبه كبار وسنهم صغير، خلي بالك. مش معنى كده ان انت هتسيبهم، بس لو مشيت بيهم هيبقى ما عندكش مانع، يبقى انت عندك دقه قويه. هل هم بقى هيرجعوا تاني؟ ما هو عماد متعب برضه فضل كده ورجع، لو اقنعك او اقنع غيرك يعني ممكن نقول، لو يعني ممكن نقول جاز ظلمه. هو مش مقنع. مش مقنع ليك، مش حاسس بيه في الملعب. في حاجه لسه غلط عند عماد.
هيرجع ان شاء الله قريب، وعنده عقيقة بنته دلوقتي على فكره. اه يعني ربنا يبارك له ويبارك لها يعني ويبارك بنته الثانيه سيلين كده، عنده تمارا وسليم. انما هو عماد متعب لو رجع حاجه قويه جدا، ما تقدر مش هنتناقش فيه. انما هو رجع ما رجعش، هل الاهلي بقى في نادي بطولات هيفضل منتظر كتير على عوده، على عوده الابن الضال مثلا يعني؟ هفضل انا قاعد سنه وسنتين مستنيك، انا هفضل وافي ليك. انما مش هفضل وافي، لازم انت تساعد نفسك بالظبط كده يعني. طبعا. انا كمان برضو عندي جمهور وعندي وعندي فريق وعندي بطولات عايز اجيبها وعندي اداء عايزه يرتفع وعندي نجم كبير نفسي يرجع، محدش هيقول لا عماد متعب. مظبوط. فاللي فرض الحديث عن عماد متعب هو عماد متعب، مش اي حد تاني. لازم هو يساعد نفسه ان هو يرجع لمستواه مره اخرى. طيب وين انت التقرير بتاعك جاهز؟ اه جاهز. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي. على فكره احنا كنا بنقول كلام غلط واحنا لازم نعترف، مفيش ازمه بين كابتن. لازم نعترف ولا لازم نعتذر؟ نعترف ونعتذر. مفيش ازمه بين كابتن شاوي غريب وكابتن احمد حسن، الامور مستقره جدا ومفيش اي حاجه. يبقى واكبر دليل التقرير اللي احنا نعرضه. لا خلينا نروح للتقرير وعلق زي ما انت عايز. نروح للتقرير ونرجع تاني. فكان لازم نقعد، وكابتن شوقي طبعا اخ كبير الكابتن احمد، الموضوع لما قعدوا مع بعض الموضوع كله ما فيش مشاكل فيه. وكان وجهه نظر كابتن شوقي ان مش ده الوقت اللي يعلن عنه ان في تعاقدات مع الكابتن احمد كمحلل في احد. لما اقعد معاك، لما اقعد معاك وفي ويبقى في حد ثالث بيحاول يحل، يعني يحل ايه؟ بيحل مشكله. صحيح. اذا كان في مشكله، عشان احنا بس كابتن احمد حسن قال ان ما فيش مشاكل والدنيا ستيبل، وعلاقته بشوقي غريب علاقه قويه جدا، ونتمناها كده. احنا نتمناها كده، احنا لا نسعى ان يبقى في علاقه في جهاز واحد بيمثل اسم مصر يبقى فيها اي شوائب. انما الواضح ان كان في ازمه والعميد ثروت السويلم قدر ان هو يحلها. بص يعني هم زي ما كابتن وائل جمعه كده في حاجات طلع فيها ده يعني ما تقدرش، علشان هو عنده فريق وعنده سياسته بيتعامل فيها مع الاعلام، وهم معتقدين ان الاصرار على النفي ده بيحل المشكله. يعني ربما يحل له المشكله بعد الوقت لو انت تقدر تتدارك مشاكلك. انما فيما يخص المشكله ما بين كابتن شوقي غريب وما بين الكابتن احمد حسن، انا رايي هذه المشكله من اول تعيين الجهاز. فاكر اما انا عايز ترجع تاني الناس لما الكابتن محمود الخطيب، هل حد يختلف على كابتن محمود الخطيب؟ لا طبعا. هل حد يختلف على كابتن فاروق جعفر كفني؟ لا طبعا. اما الاثنين اشتغلوا مع بعض نفعوا؟ لا. ها؟ اللي هو ما تجيبش الميه جنب الزيت. المركب اللي ليه قائدين ما تجيبش المركب جنب الزيت. انا من اول لحظه انا كاتب كده، ما ينفعش كابتن شوقي غريب مع كابتن احمد حسن، مش هتولفوا على بعض. هي طبائع زي بالظبط. انا لو تفتكر اما انا قلت لك ما ينفعش كابتن احمد حسام ميدو يبقى في قطاع ناشئين، وساظن له هتبقى في يعني في مشكله ما بينه وما بين كابتن حسام وابراهيم، وطبعا هم لموها بشكل او اخر كويس. هتحصل مشكله ثانيه وثالثه. يبقى نادي الزمالك مش هيستفيد منهم. ده قيمه لوحده يقدر يشتغل، وده قيمه لوحده يقدر يشتغل. انما الاثنين يبقوا قريبين من العمل مع بعض هيبقى صعب. فلازم وانت بتفكر كاداره تبقى واخد بالك. اتحاد الكوره هو بيفكر يعني اتحاد كوره، يعني انا قلت لك قبل كده الناس دي لازم تعاقب عقاب شديد. عاملين جرائم في الشباب وفي المنتخب. انا هينزلوا يلعبوا؟ لا يعني جرائم يعني ما هم جابوا مديرين فنيين. انت شفت المديرين الفنيين بيجوا ازاي؟ يعني يا جماعه برضو انتوا والله ليه مش معايير؟ يا كابتن وائل انتوا لا معايير مين يا راجل؟ هات لي معايير على اي واحد جه معايير. وما زال الجهاز الفني الله، احنا عندنا امبارح حراس مرمى مش عارفين في المنتخب، انا مش عارف ايه سببه. وليه سبب؟ هات سبب. هو لازم أنا طبعا ليه؟ ما هو الراجل اللي اشتغل مع كابتن شوقي غريب وهو شاف ان هو مدرب، هو يشوفه لما يشوفه. انا ولا بحط ولا مش كل مدير فني وهو جاي لا لا بيشوف الجهاز اللي يريحه، ده على اعتبار ان هو شغال في النادي بتاعه. انما وانا باجي ادير انا منتخبات او بدير اتحاد كوره، انا بحط المعايير. قول لي والله ادي المعايير، لازم يبقى حارس دولي علشان يبقى عنده احساس المباريات الدوليه، عشان يقدر ينقل الشعور ده للحارس اللي بيدربه. فانا بحط مجموعه يعني حارس دوري دي
شرط من الشروط. فبحط مجموعه من المعايير على الاساس دي، بقول لك والله هل هذه المعايير تتوفر واجي اناقشه. انما انت عندك، انا بتكلم مثلا مش هو ده الشرط اكيد طبعا، هل انت عند، انا بقول لك ازاي الاختيار لم يكن سليم. مش عايز اقول بما فيها اختيار الجهاز الفني نفسه، تركيبه كابتن شوقي مع كابتن علاء نبيل وكل واحد كفاءه لوحده، ها التركيبه نفسها ما تفهمش ايه السبب. ما انتوا لازم يا جماعه اما تيجي تقولوا قولوا احنا عملنا ايه عشان كده. منتخب الشباب بيخسر وبيطلع، ايه ده؟ وانا رايي احنا الانديه مديه فرصه لاتحاد الكوره ده يعيش. ليه؟ وان الدوله سايباه، يعني ان الرقابه بتاعه الدوله عليه، ومش معنى الرقابه الفنيه، ها الرقابه الجماهيريه، الرقابه النفسيه، رقابه الراي العام. انت ليه مش لاقي رقابه راي عام على الاتحاد ده؟ ليه؟ لان احنا شاغلين الراي العام بخناقه الاهلي مع الزمالك، معرفش الجمهور يرجع لا الجمهور هنضربه، الجمهور هنصالحه لا الجمهور هنتخانق معاه. يا راجل انت بتلعب عندك دوري حلو قوي، صدقوني يا جماعه دوري جميل. لو في شويه جمهور مع شويه هدوء هنتفرج على كرة ممتعه والرياضه يعني تستقر وتبقى هاديه. صدقوني يعني انا ويجب ان وزير الشباب يبقى شايف هو ايه اللي بيفسد المنظومه. لازم يبقى بالفعل يلعب دور ان هو يهدي الناس. هو بيلعب دور في التهدئه، بس انا رايي مش كل وقت زي ما بالظبط. المشكله فجاه لقيت الزمالك مقدم شكوى في الاهلي بحل مجلس اداره النادي الاهلي. فتخيل انت كده، انت كاعلامي، انت كصحفي، انت كمشاهد، انت كراجل مشجع، انت كمواطن حتى مش مهتم بالكوره، فلما تسمع ان رئيس نادي الزمالك او مؤسسه نادي الزمالك مقدمه في شكوى في مؤسسه النادي الاهلي علشان طالبه بحلها، ايه راي حضرتك؟ انا قلت لك السبب بقى، انا قلت لك السبب. انا بس انا بغض النظر على الاسباب اللي احنا نقعد نناقشها واللي انا شايف مش هي الموضوع، انما اشوف بقى حجم الاعلام انت عندك في البرنامج، كل البرامج، كل الصحف، الراي العام. حتى الزمالك يبقى غايب سته، مش هتكلم في السته. مش هتكلم ان الزمالك بقى عنده فريق قوي بيكسب سته وبيكسب سته مستريح وسته باداء رائع. لا انت ما بتفكرش في كده، انت بتفكر تاني يوم اجتماع السيد الوزير مع مجلس اداره الزمالك علشان الشكوى اللي متقدمه من مجلس عشان يحلوا مجلس اداره النادي الاهلي، ومجلس الاداره لغايه ما ردش. انت ما ردتش ليه؟ ده اتشتمت. فالشق الفني، الشق بيغيب، الكروي بيغيب، اللي هو الاساسه اصلا ان احنا اصلا عاملين الرياضه عشان خاطر نستمتع. لو انتوا يا جماعه هنفضل عاملين حاله الهردبكش اللي حاصله دي، مش هنستمتع بكوره، مش هنشوف كوره. النهارده النادي الاهلي عامل انجاز ان هو كسبان بره ارضه، بقى له فتره ما كسبش بره ارضه، مقرب من بطوله مهمه جدا. مش انجاز قوي يعني، بقى له الاوطن الكاميروني مغلوب على ارضه من بره اربعه. النادي الاهلي بقى له قد ايه كل ماتش بيغلب بره رايح جاي؟ لا طبعا. طب امال ايه؟ انا بقول لك ايه، عامل انجاز من فتره ما عملوش ان هو يكسب بره ارضه، وان هو مقرب من الماتش النهائي. احنا مش بنتكلم على الماتش، مش بنتكلم على الكوره، مش بنتكلم على جريده. صح صح. الزمالك عمل ماتش كبير اللي انت قلت عليه ده 6-1 دي، ده مش ده اللي نقعد نتكلم فيه؟ صح. انما امبارح اقعد اتكلم فيه ازاي وانا شايف السيد وزير الشباب والرياضه اول امبارح راح معرفش نادي الزمالك علشان يقول للسيد رئيس نادي الزمالك والنبي اصحاب الشكوى، اصل رئيس النادي الاهلي ان شاء الله بيحبك او كان بيحبك، اي اللي هو كلام رايح جاي في حاجات فرعيه. فرعيه بقول لك في مشكله حصلت وكبرت واتحلت وما تعرفش ايه السبب. طب اتحلت ليه؟ هو ما انا لازم عشان اقتنع خلاص، ما دام مشكله بلا سبب يبقى حلها برضو بلا سبب. عارف خلينا خليني مش عايز انا ما عنديش حاجه بعده خلاص. لا اصل انا رايي ان كل حاجه اذا كنت هتتعامل مع كل حاجه، لان حصل قبل كده مشكله بين بلا سبب بين الاهلي والزمالك، ما حدش طلع قال هو مين الطرف الغلطان. كله بيخاف يقول له غلطان، انت غلطان. بس خلاص. اذا ما كنتش تقدر تواجه نفسك، وبالمناسبه انا بقول الكلام ده علشان لو اقصد رئيس نادي الزمالك، انا بهو نادي الزمالك هيبقى حاجه رائعه. اهدى شويه، هيبقى حاجه جامده، خلي جمهورك يفرح. يعني فعلا وانا جمهور نادي الزمالك عايز يفرح، بقى شايف فريق قوي قوي بالظبط، فريق ممتع برضه، بقى له فتره ما لعبش الكوره دي، حتى ما خسر السوبر كان قريب، بقى له فتره ما عندوش لعيبه في كل المراكز كده. الله
انا سمعت ان في مجموعه انشاءات طب الله عايز. طب في ايه تاني بقى؟ في مجموعه انشاءات قويه جدا. حلو قوي. انا كنت ملاعب جديده كمان تحفه. انا اول مره دخلت كان خرابه يعني اخر ملعب الناشئين اهو مثلا من 12 سنه او 10 سنين دخلت زي خرابه اللي هو تشوف يصعب عليك نفسك يعني. انا سامع ان في مجموعه انشاءات. طب ايه بقى؟ لا يعني الجزء الثاني الايجابي ان هم عاملين شغل كويس جدا في البنيه التحتيه. عاملين شغل كويس في الايجابي في كده خدمات. طالما انت ما بتقدرش توفر البيئه علشان تظهر الناس لان مهم جدا انت عشان تبيع نادي الزمالك. هو النادي الاهلي ليه تملي يقول لك شفت قال لك ايه اما بيع عبد الله السعيد وبيع وليد سليمان واخسر عماد متعب انا ببيع اسم يا عم. من اللي يلعب من النادي الاهلي جزء من النادي الاهلي اسم. فانا مهم جدا ان انا احافظ على الاسم. الاسم ده لازم يبقى فيه نجوم. مظبوط. الاسم ده لازم تبقى فيه اداره قويه. مظبوط. لازم تبقى فيه اعلام بيغطيه بشكل عادل وجيد وبيبرز حسناته. انما دلوقتي انا مش سامع من نادي الزمالك غير مشاكل مشاكل. ده اتخانق مع ده وحش. عبد الرحيم محمد طلع على الكلمه يا عم ممكن يكون ما حدش خد باله. يعني ممكن يكون ما حدش خد باله اللي قاله عبد الرحيم محمد. انما الناس هتبتدي ترجع نشوف قال ايه على اليوتيوب فالناس ترجع تبتدي تسمع. في موقف نادي الزمالك ليس له حق فيه. لمصلحه مين؟ طيب انت بتدخلني تاني في نادي الزمالك. احنا طلعنا وبنتكلم على المنتخب المصري. حابب نادي الزمالك يبقى كويس ده يزعلك في حاجه؟ انت زملكاوي؟ زي ما حابب النادي الاهلي يبقى كويس ولا اهلاوي؟ انت زملكاوي؟ طيب ما دام بتتكلم على الدوري والمتعه خلينا نتكلم. الراجل الاول الهدف النهارده ام بي كسب دجله 1-0 ده خلاص اخر حاجه هنتكلم فيها. ده الهدف اهو في وادي دجله. هو من ضربه يعني من ضربه ثابته اهو مسك الكوره كابتن امير. يعني الخطا اساسا من عند امير عشان تبقى عارف يعني. ما خدتش بالي منها. ارجع تاني كده وائل. ما لا هو ضربه الجزاء. لا جاي الاعاده اكيد. ما دام المخرج هرانا امير يبقى امير غلطان. ما دام المخرج عمال يجيب لي صوره امير. هو امير مسك الكره وهي كانت سهله بره المنطقه. لا خلاص هو مش هيجيبها خلاص. لا خلاص هو وائل مش هيجيب لنا غير الحته دي خلاص. لو الحته واقفه غلط في مشاكل يعني. لا الفاول اساسا من امير من بره. لمسه يد. لمسه يد. بس ذكاء من مش عارف مين 24 ده. ذكاء منه ان هو ما حطهاش عاليه لان هو عامل حسابه ان الحيطه هتنط. فلما الحيطه تنط تحت هتبقى المساحه فاضيه فيحطها. الحيطه وخطا في حارس المرمى الاثنين يتحملوها. مش يعني مش حارس المرمى لوحده. لا 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 ده الحيطه اكتر. لان انت اثبت الحيطه اكتر. اثبت مظبوط. طيب استاذ اسامه خلينا بشكرك شكرا جزيلا. هتروح هتروح ان شاء الله وانا هستقبل رساله بالليل كالعاده. ليه احنا ما قلناش اي حاجه؟ لا ما انا بقى يعني ده الطبيعي بتاعي عادي. ما بقيت بستقبل رسائل بالليل. مجهول يعني رسائل على طول بتجيلي وبتاع. مش انت نجم؟ مش انت نجم ولازم تواجه الناس. الرسائل معجبين يعني في ناس معجبين بيا كتير. رسائل مدح. رسائل مدح طبعا مدح وذم. استنونا ان شاء الله حلقه جديده من الرياضه اليوم مع وائل الرياضي يوم السبت. سلام.